يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. مفيش شك إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر هي واحدة من أهم الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد في العالم. يعني بيسموها خبراء الاقتصاد إنها وقود الصناعة، هي في الأساس هي الأصل اللي من خلاله بتأتي الصناعة بعد ذلك. علشان كده مصر بدأت بهذا الأمر من خلال مجموعة كبيرة جدا من الملفات الخاصة بهذا الأمر، قدرت تحقق نجاح كبير جدا في الملف ده، وثمار هذا الملف ربما أرقامه بتتكلم بقوة. يعني على سبيل المثال قيمة التمويلات اللي منحت للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وصلت ل 48 مليار و 300 مليون جنيه تحديدا، تم تمويل اكثر من حوالي 2 مليون مشروع، وفرت هذه المشروعات حوالي 3 مليون فرصه عمل. يمكن رقم كبير، بالتاكيد رقم بيعكس حاله الاهتمام من جانب القياده السياسيه المتمثله في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي سبق وكان بيواجه باستمرار الحياه بمواصله جهود جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر لدعم وزياده حجم المشروعات المتوسطه والصغيره لتلبيه احتياجات رواد الاعمال من الشباب في القطاع الخاص والمساهمه في اطلاق طاقتهم الابداعيه والاستثماريه. يمكن حقيقه انه هذه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر هي يمكن اكبر اقتصاديات في العالم، هي قائمة على هذه المشروعات، قائمة على المشروعات حتى يمكن اللي هي تقدر إنها تساعد المشروعات الكبرى إنها تساعدها في إن كان بقى من ناحية التصنيع أو من ناحية حتى إمدادها بأبسط مدخلات التصنيع أو أيا كان نوع المنتج أو الخدمة اللي بتقدمها. لكن الحقيقة إنه هذه المشروعات اللي بيطلق عليها SMEs، المشروعات دي من أهم ركائز أي اقتصاد في العالم. ده غير بقى ناهيك فكرة تمكين الشباب وتمكين المرأة وإنها كمان بتقلل كتير جدا من نسبة البطالة في أي مجتمع، فبكل تأكيد أعتقد أنه هذه المشروعات كان لازم مصر تتوجه ليها بشكل كبير جدا، وده اللي حصل بالفعل دلوقتي. يعني أنا يمكن كنت محظوظ أن أنا كنت أحد الناس اللي سافرت الصين وشفت إزاي بدأت الصناعة هناك، بدأت بهذه الخطوة. لو شفنا يعني كبريات المصانع في الصين هنلاقيها مرتبطة حواليها بعدد كبير من الصناعات الصغيرة المغذية لها، لذلك بتسمى بالصناعات المغذية. بمعنى آخر ممكن تلاقي مصنع صغير بيعمل مسمار، المصنع اللي بعديه بيعمل صامولة، المصنع اللي بعديه بيعمل الترس اللي بيركب فيه المسمار والصامولة، لغاية لما توصل دورة الإنتاج علشان تتجمع في هذا المصنع. جهد كبير ربما بيبدأ بشكل صغير من مصانع صغيرة الدولة المصرية أولت لها اهتمام. قلنا أن الدولة المصرية كانت عاملة جهاز اسمه جهاز مشروعات صغيرة المتوسطة، هذا الجهاز كان تابع لوزارة الصناعة، النهاردة بقى تابع لمجلس الوزراء. بقى كان في قانون سن في عام 2018 لدعم هذه الصناعات، في قانون تاني بعديه جه عام 2020 عمل تخفيضات جمركية، عمل إعفاءات ضريبية. الدولة زي ما قلنا بتولي هذا الأمر باعتبارها المكون الأساسي والمغذي لمجموعة كبيرة جدا من المشروعات اللي إن شاء الله الدولة المصرية تقوم بيها بعد كده وتبقى رائدة في المنطقة. لأن كل ما بتنمي أفكار لمشروعات صغيرة كلما بتدفع عجلة الإنتاج، وكلما أيضا بتخطط جيدا من أجل أن تكون هناك صناعات كبرى وصناعات عظيمة. هذه الصناعات بتقوم في الأساس على الصناعات الصغيرة والمتوسطة. يمكن الحقيقة شبابنا طول الوقت عنده أفكار بره الصندوق، طول الوقت عندهم طاقة حابين هم يخرجوها، لكن كان بيلزمهم التوجيه، كان بيلزمهم أنه حتى لو تمويل لو بسيط بيلزمهم من حد يساعدهم ان هم يعملوا دراسات جدوى وازاي يبداوا التسويق وما الى ذلك، لان كل دي عوامل مساعده على انجاح هذا المشروع. وتابعنا مشروعات كتير جدا كانت بقى يمكن مدخلات تصنيع او حتى يمكن خدمات تكنولوجيه بتقدم او ابلكيشنز كانت موجوده، تطبيقات موجوده على التليفون، والمشروعات دي كبرت بالفعل وبعد كده
شركات كبرى تانية حبت ان هي تشتريها بارقام ضخمة جدا. يمكن على مدار السنين اللي فاتت تابعنا اكتر من مثال حقيقة لهذا النموذج. على اي حال خلينا نتكلم مع حضراتكم طبعا على مدار حلقتنا، نتكلم عن هذه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ازاي دور المصري كان ليه الحقيقة يعني جانب كبير من انه يساعد هذه المشروعات انها تنجح. الشباب اللي حابين ان هم يبدأوا مشروعاتهم او ان هم عندهم فكرة بس محتاجين بعض المساعدة ان كان في التمويل او في التسويق او اي عامل من العوامل اللي يقدر يخرج هذا المشروع للنور، هيكون معانا فقرة مهمة جدا عن هذا الموضوع خلال حلقتنا النهاردة. وبكل تأكيد زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم، هذه المشروعات هي وقود وركيزة من ركائز أي اقتصاد في العالم. مرة تانية بنصبح على حضراتكم جميعا، صباح الخير والسعادة عليكم جميعا، وصباح الخير يا مصر. بنصبح عليكم مرة تانية، وخلينا نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على أخبار الطقس في القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس في أول أيام الشتاء. النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كمان في نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر، كمان في فرص لأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، هتكون خفيفة على أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وده هيكون على فترات متقطعة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 20 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 23 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 15 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا هنبدأ معاكم فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها مناقشة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس إيمانويل ماكرون الوضع بغزة، وأكد الرئيسين على أهمية تجنب توسيع الصراع، والحكومة أيضا أكدت على تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة خلال السنة المالية الجارية 2023-2024 من أجل التنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية. كمان أيضا في 331 طائرة شحن مساعدات لقطاع غزة استقبلها مطار العريش منذ يوم 12 أكتوبر الماضي، وتفاصيل وأخبار تانية هنستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اللي حرص على توجيه التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمصر لفترة رئاسية جديدة، وأكد استمرار فرنسا في تعزيز علاقات التعاون المتميزة مع مصر، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكداً من جانبه على عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأهمية الجهود المتواصلة لتعزيزها في المجالات كافة. الاتصال تطرق أيضاً للأوضاع الإقليمية، واستمع الرئيس الفرنسي لرؤية الرئيس بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق وبالكميات التي تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع. واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود المشتركة ذات الصلة، كما أكدا أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة حرصاً على مقدرات شعوبها اللي بتتطلب ترسيخ الاستقرار الإقليمي. امبارح الحكومة أكدت على تخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة خلال السنة المالية الجارية 2023-2024 من أجل التنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وده حسب ما تشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الجاري المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتي النواب والشيوخ. امبارح ارتفع إجمالي عدد الطائرات اللي نقلت مساعدات دولية لسكان قطاع غزة عن طريق مطار العريش بشمال سيناء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة حتى اليوم ل 331 طائرة، بعد استقبال 4 طائرات خلال الساعات القليلة الماضية قادمة من كينيا وبلجيكا وروسيا والأردن. وأوضحت بيانات حركة وصول المساعدات الدولية لقطاع غزة عبر مطار العريش أنه تم خلال الساعات القليلة الماضية استقبال طائرة شحن مساعدات من كينيا، ونقلت 38.19 طن من مستلزمات الإغاثة، ومن بلجيكا نقلت 52.424 طن بطاطين وأدوية، ومن روسيا نقلت 18.28 طن مستلزمات طبية، ومن الأردن ونقلت 13.22 طن مواد غذائية وإغاثية.
امبارح بدأت الإدارة العامة للمرور في الجيزة في إجراء عملية غلق كل لمحور الفريق كمال عامر باتجاه محور المنيب لمدة يومين لتنفيذ أعمال اختبار الأحمال، واللي بتستغرق يومين وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وده تزامناً مع تنفيذ أعمال اختبار أحمال لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري محور المنيب القوس الغربي، تحديداً المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل، وهو ما يستلزم غلق كل لمحور الفريق كمال عامر بالاتجاه القادم من الطريق الدائري محور المنيب اتجاه الطريق الدائري القوس الغربي. أما جولتنا في المحافظات فمعنا مجموعة من الأخبار، من أبرزها تسليم قطع الأراضي المطروحة بالقرى العلنية في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومنها أيضا بدء رصف طريق كوبري محمد همام بالبداري، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية في محافظة أسيوط. كمان في محافظة البحيرة تم الكشف على 1435 مواطن في قافلة طبية وانطلاق 10 قوافل دعوية بمساجد شمال سيناء. وأخبار تانية من محافظات أخرى نستعرضها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت أيضاً مجموعة من الأحداث، أبرزها أن جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية أعلن عن البدء في تسليم قطع أراضي إسكان اجتماعي والسابق طرحها بين عامي 2018 و2020 بالمجاورة رقم 3 بحي الفردوس والمجاورات أرقام 4 و5 و6 بحي الكوثر، وفقاً للجداول للذين استوفوا الشروط وسددوا القيمة المالية المطروحة في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير مساكن اجتماعية تناسب الشباب. أعلنت محافظة أسيوط عن استكمال خطة الرصف بمركز البداري والبدء في رصف طريق كوبري محمد همام ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024، وده للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل الراحة ليهم في النقل والانتقال تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030. نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية سيدي عقبة بالمحمودية، وتم الكشف خلالها على 1435 مواطن مجاناً من خلال وجود 11 عيادة طبية. مديرية أوقاف شمال سيناء هتشارك في مسابقة أفضل أداء دعوي على مستوى المديريات الإقليمية، وانطلقت 10 قوافل دعوية للمساجد تغطي جميع إدارات الأوقاف الفرعية بمراكز محافظة شمال سيناء في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة. الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج أعلنت عن إجراء 17 عملية زراعة قوقعة للأطفال خلال 48 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وده ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة. مديرية الشؤون الصحية بالأليوبية أعلنت ختام فعاليات القافلة الخدمية والتوعوية المقامة ببنها والخاصة بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. أسفرت القافلة عن تقديم الخدمة ل 6135 منتفعة بالقافلة خلال 3 أيام. مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد نفذت مسابقة اللياقة البدنية للشباب ضمن خطة نشاط مركز الشباب خلال شهر ديسمبر، وده بمشاركة عدد كبير من الشباب على مستوى المحافظة، وتحتوي المسابقة على عدد كبير من التمارين منها الضغط الصدري وتمارين البطن والجري في المكان بمشاركة عدد كبير من الشباب على مستوى المحافظة. مشاهدينا فقراتنا مستمرة مع حضراتكم، والحقيقة يمكن النهاردة كمان معنا فقرات متنوعة. هنتكلم معاكم عن تحذير هيئة الدواء المصرية من الإفراط في تناول الفيتامينات، وهنعرف مع حضراتكم كمان مواعيدها وأفضل مواعيد لتناولها إمتى. طبعا هيكون معانا جولة وقراءة في الصحف العالمية حول ما يحدث في قطاع غزة، تحديدا جلسة مجلس الأمن اللي عقدت بالأمس، وأيضا ما يحدث في قطاع غزة ومتابعة عما يجرى هناك. وكمان هنتكلم مع حضراتكم عن تحليل لمباراة الأهلي وراوا الياباني في كأس العالم للأندية. لكن دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم باقي فقرات.
بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس وأهم الظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا اليوم في استمرار لانخفاض قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية. تعتبر درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، وده لأن احنا بنتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط. الكتل دي هتكون منخفضة في قيم درجات حرارتها، بالإضافة كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هتحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، وتساعد أيضا على انخفاض قيم درجات الحرارة. كمان اليوم في نشاط للرياح هيزود إحساسنا أكثر ببرودة الطقس وانخفاض قيم درجات الحرارة. عشان كده الطقس فترة النهار أجواء شتوية لطيفة تماما على أغلب المحافظات الشمالية زي السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. أجواء معتدلة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون فترات النهار، وتحديدا كمان في فترة الظهيرة اللي متوقع أن العظمى على القاهرة الكبرى توصل لعشرين درجة مئوية. طيب قبل ما نسيب الرياح، هل هي محملة لسه معانا ومكملة معانا في الرمال والأتربة ولا الرياح فقط؟ لا، هو طبعا اليوم الرياح المحملة بالأتربة والرمال المثارة هتبقى في مناطق معينة. يمكن بالأمس كانت الرياح والأتربة والرمال المثارة كانت موجودة في معظم محافظات الجمهورية، لكن اليوم الأتربة والرمال المثارة هتبقى موجودة فقط في مدن القناة، منطقة الشرقية وسواحلنا الشمالية الشرقية، نتيجة تأثرهم بكتل هوائية جنوبية مع سرعات رياح بتتجاوز 30 و40 كيلومتر على الساعة، فده هيؤدي لإثارة الرمال والأتربة. لكن باقي مناطق الجمهورية مش هيكون عليها أتربة ورمال مثارة، فقط نشاط للرياح سرعاته بتتراوح ما بين 35 إلى 45 كيلومتر على الساعة. نشاط الرياح ده هيؤدي لمزيد من الإحساس بالبرودة وانخفاض قيم درجات الحرارة، وهيكون مثير للرمال والأتربة زي ما قلنا في مدن القناة وسواحلنا الشمالية الشرقية فقط. كمان نشاط الرياح اليوم هيؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط. ارتفاع أمواج هيكون ما بين 2.5 إلى 3.5 متر، فالبحر المتوسط أيضا غير مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. وزي ما كنا بنقول في الأول إن كمان فترات الليل فيها انخفاض في قيم درجات الحرارة، بدأنا نحس بالبرودة، يمكن برودة شديدة فترات الليل بسبب نشاط رياح وانخفاض قيم درجات الحرارة، وده موجود في معظم محافظات الجمهورية. يعني احنا صغرى فترة الليل بتسجل على القاهرة الكبرى، ومتوقع كمان هي تسجل خلال الأيام اللي جاية ما بين 13 إلى 14 درجة مئوية. نشاط رياح يخلينا نحس ان هي بتكون 12 درجة مئوية. محافظات الصعيد بتسجل 8 درجات، يعني انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة خلال فترة الليل. كمان فرص الأمطار مكملة معانا اليوم ومستمرة على السواحل الشمالية كلها، وهتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري. ويمكن الأجواء اللي فيها انخفاض في قيم درجات الحرارة وفيها إحساس بالبرودة مكملة معانا بكرة كمان الحد إن شاء الله، مع يوم الاثنين تدريجيا يبدأ يأثر علينا امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، تبدأ درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاع الطفيف بمعدل من درجة لدرجتين. مع نهايات الأسبوع ممكن نسجل قيم درجات حرارة توصل ل 23 درجة مئوية، وهيكون في استقرار في الأحوال الجوية إن شاء الله. لكن اللي بنأكد عليه كل السادة المواطنين الملابس الشتوية على مدار اليوم كله، وتكون شتوية ثقيلة لو بنخرج فترات الصباح الباكر أو بنرجع من أشغالنا فترات الليل المتأخر. وطبعا مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية في المنطقة الشرقية ممكن واحنا خارجين لازم نرتدي الكمامات، والقيادة طبعا تكون بهدوء تام، وخاصة كمان في المحافظات الساحلية مع سقوط الأمطار. بشكرك فنيا، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 20 والصغرى 14، العاصمة الإدارية 19 12، اسكندرية 21 13، العلمين الجديدة 20 13، مطروح 21 12، ودمياط 22 14، بورسعيد 22 15، الإسماعيلية 21 13.
السويس العظمى فيها 22 والصغرى 13، العريش 22 12، كاترين 15 2، طابة 20 14، حلايب 23 20، شلاتين 25 21، شرم الشيخ 24 16، الغردقة 24 16. الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 9، بني سويف 20 9، الوادي الجديد 22 8، أسيوط 20 8، سوهاج 21 11، وقنا 22 12، الأقصر 22 13، وأخيرا أسوان العظمى فيها 23 والصغرى 13. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية هنروح لجمانة ومصطفى نكمل معهم فقرتنا. شكرا جزيلا لك. شكرا لأمين. مشاهدينا دلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع أهم الأحداث المقرر حدوثها اليوم، واللي هيكون أبرزها تفاصيل انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها 30. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة تنطلق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة نحو 64 دولة عربية إفريقية وإسلامية، ومن المقرر عقدها بالقاهرة خلال الفترة من 23 ل 27 ديسمبر. ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فعاليات المسابقة نائبا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. النهاردة هتعرض جمعية الفيلم ضمن نشاطها الأسبوعي الفيلم الهندي The Lunch Box احتفالاً بمرور 10 سنين على العرض الأول له، وهيتم العرض الساعة 6:30 مساءً بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية. بعد الفيلم هتقام ندوة عنه تديرها الناقدة أمنية عادل. النهاردة هينظم بيت المعمار المصري جلسة الحكي التفاعلية الشهرية مع مبادرة خميرة الحكايات والحكواتي محمد رمضان حسين بعنوان حكاية أنس الوجود، وعرض تاريخي لأسطورة إيزيس وأوزوريس ونشأة مصر ونيلها في الساعة 10 صباحاً. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع 6 مباريات قوية في إطار الجولة 18 من عمر المسابقة، مانشستر يونايتد مع ويست هام الساعة 2:30، الساعة 5 هيلتقي توتنهام مع إيفرتون، ونوتنغهام فورست مع بيرنموث، وفولهام مع بيرنلي، أيضاً لوتون تاون مع نيوكاسل يونايتد. الساعة 7:30 قمة الجولة اللي هتجمع ما بين ليفربول وأرسنال. زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية حلقتنا النهاردة، واهتمام كبير جداً بملف الصناعة لأنه قاطرة التنمية. شفنا دعم كبير للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في السنوات الأخيرة، عشان كده في إشادات دولية بجهود مصر في دعم هذه المشروعات لأنها الحل في زيادة القدرة الإنتاجية. تفاصيل وقراءة وافية عن ملف المشروعات الصغيرة المتوسطة، ماذا فعلت مصر وماذا ستفعل خلال الفترة القادمة؟ معنا على الهاتف الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، نتعرف منه على تفاصيل أكثر عن جهود الدولة في هذا الملف. أهلا بك يا دكتور. أهلا بسيادتك يا فندم، وصباح الخير عليك وعلى شعب مصر العظيم. أهلا بحضرتك يا فندم. في البداية عايزين نعرف يعني حصاد الفترة الماضية من دعم الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر. مفيش شك طبعا الدولة الفترة الأخيرة ولا سيما عندما بدأ الحوار الوطني الحقيقة ومن قبله في مبادرة إبدأ الحقيقة كان في اهتمام كبير جدا بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتحديد. شفنا مبادرة عظيمة جدا قامت بها رئاسة الجمهورية وهي مبادرة رئاسية، مبادرة إبدأ لتوطين الصناعة المصرية، وقد تكون هي الحل السحري الوحيد السريع جدا والفعال لان احنا نخفض الفاتوره الاستهلاكيه بتاعتنا من الاستيراد، وفي نفس التوقيت نقدر بشكل مباشر نشغل شباب مصر وناخد بايديهم. المبادره الحقيقه يعني دخلت في قلب الشباب، وصلت لكل النجوع وقفور جمهوريه مصر العربيه، شافت احلام الشباب ايه ومشاكلهم ايه طبعا خاصه بالتشغيل، تبنت مشروعاتهم، ابتدت تمولهم بتمويل غير محدود. ده اللي احنا بنطمح بقى ان الدوله تنتهج هذا النهج بتاع هذه المبادره، يعني تمويل بسيط جدا، الفوائد تكاد تكون معدومه وصفر في بعض الحقيقه المشروعات اللي الدوله محتاجاها او المشروعات الصناعيه اللي الدوله عايزاها بالتحديد كانت الفائده فيها غير موجوده. دراسات جدوى سريعه قامت المبادره بتسليم الشباب المشروعات الصغيره بتاعتهم، سواء كانت بقى مصانع صغيره او مزارع صغيره او خلافه. يعني خلصت على البيروقراطيه اللي موجوده، اللي كان بيقعد الشاب عشان يعني الحقيقه يعمل مشروع يدين ل 300,000 جهه وكام بنك ويفلس لانه مش عارف مشروعه. خدت الفكره من الشاب، تردتها كويس، ساعدته، سلمته مكان شغله، ابتدى العمل بالفعل. ده
اديت له تمويل بفايده زي ما قلت لحضرتك تكاد تكون معدومه عشان يقدر يشتغل. من الشاب الخريج هيجيب فلوس منين؟ يعني هو عنده مشروع وعنده فكر وعنده طاقه انتاجيه ولكن ما عندوش تمويل. فالمبادره مولت الناس، مبادره ابدا الحقيقه. بعد هذا التمويل وبدايه الانتاج فضلت متابعه معاهم ما سابتهمش بقى، يعني يعصف فيهم السوق طبعا والمنافسه الشرسه، لان الناس اللي بتبدا مش زي الناس اللي بقى لها فتره كبيره. فاشترت منهم المنتجات وده اللي احنا بنتكلم فيه. يعني انا مولت الشاب، اديت له فتحت له مجال عمله، سلمته مكان شغله، مولته عشان يشتري بضاعته. بعد ما انتج وابتدى انتاجه يخرج اشتريته منه عشان اشجعه. وده الحقيقه يعني ده اللي بنرجوه بقى من وزاره الصناعه، انها تمشي على هذا النحو، على هذه الاليه التي تنجح اي مشروع ولا سيما لو مشروع صغير. ونطلب توسيع المبادره انها تخش المصنعات المتوسطه والكبيره ايضا. هذا النهج عشان نبقى بس متاكدين لو الدوله هتمشي عليه وتتوسع فيه. انا بقول لحضرتك ان شكل الصناعه في مصر والزراعه في مصر هتتغير تماما، لان احنا اثبتنا ثلاث حاجات واضحين جدا. رقم واحد بيروقراطيه شديده جدا هذه المبادره قضت عليها، تمويل المشروعات الصناعيه والزراعيه ودي فوائد عاليه جدا المبادره حطت، يعني الحقيقه فوائد قليله جدا وصغيره. ثالثا والاهم هو التعامل مع المنتج او المخرج المصري. لو انا سبته في بدايه حياته كده زي ما احنا بنقول ضعف فيه المنافسه الكبيره من الدول الاجنبيه واللي بقى لها عمر كبير، يبقى انا برضه ما بساعدوش، ده انا بجني عليه كمان وبقى داينه الشاب ده وهيفلس وهتبقى مشكلته اكبر. انما المبادره عملته انها بقت تشتري المنتج المصري ده عشان تشجعهم عشان انتاجهم يتطور ويتحسن. وده اللي احنا برضه بنرجوه ان الدوله تنتهجه مع المنتج المصري عموما، حتى لو كانت جوز المنتج المصري اقل حاجه بسيطه او شويه مش هتفرق، لابد طيب ان احنا نتوسع في هذا. طيب دكتور ايمن، يعني خليني اخد من كلام حضرتك، حضرتك تحدثت عن تسهيل التمويل ومساعدة الشباب اللي بيبدأوا مشروعاتهم وحياتهم بتمويل وتسهيلات في التمويل، لكن خليني أرجع خطوة لورا ونقطة حضرتك تحدثت عنها وهي فكرة البيروقراطية وفكرة تسهيل حتى استخراج التصريحات أو حتى تسهيل يمكن التعاملات اللي الشاب من خلالها يقدر يبدأ مشروعه. ده غير أنه في بعض الشباب ممكن يكون عندهم فكرة بس الفكرة مش مكتملة، فكرة محتاجة شوية يمكن مساعدة في الدراسة أو بعض زي نقول ورش العمل أو حتى يعني يبقى عنده معلومات أكتر عن هذا المشروع. بنبدأ إزاي من المرحلة دي؟ ده أولا. وسؤالي أيضا لحضرتك فكرة أنه مراقبة الجودة أيضا، يعني أنا لما أخش أساعد شاب وبعدين أشتري هذا المنتج وعايزة أن أنا أحسن من جودة المنتج المصري، لازم برضو يكون في بعض النوع من مراقبة الجودة أو مراقبة الإنتاج أو خلينا نقول المساعدة في آلية الإنتاج عشان أقدر أتأكد أنه هذا المنتج هيخرج على الأقل بجودة يعني تليق حتى باسم المنتج المصري. أنا معاكي 100% طبعا، ومتأكد أن كلام حضرتك ده يعني هو ده اللي بيحصل في خلال خطوات المبادرة بالتحديد. هي بالفعل بتعمل كده، بيجي لها الشاب عنده دراسة مبدئية ما عندوش الخبرة الكافية، بتساعده وبتعدله في الدراسة وبعدين بتسلمه المكان الخاص بعمله سواء كان ورشة صغيرة أو خلافه أو مزرعة صغيرة. ده معناه إيه؟ معناه قتلة البيروقراطية. إحنا كان عشان بس نبدأ مشروع ونأسسه بنقعد 18 شهر وبنقعد سنتين عشان نعمل أوراق استخراج أوراق الشركة فقط. بس النهارده مع المبادرة دي إحنا في ساعتها بيستلم منفذه ويبتدي يشتغل ومن مكان واحد يا فندم. فهنا قتلنا البيروقراطية برضه، حتة التمويل لأنه ما عندوش يبتدي تمويل. أما فكرة مراقبة الجودة، أنا ما أقدرش أعمل أكتر من إن أنا أشتري منه في البدايات الإنتاج بتاعه وهو يبتدي يتطور من نفسه. يعني هي مراقبة الجودة الحقيقة مرتبطة بمدى إصرار بقى هذا الشاب على النجاح. أنت خلاص استلمت أرضك، استلمت مشروعك، استلمت فكرتك على الأرض، استلمت فلوس عشان تشتري بضاعتك وتخرج منتجاتك، اشتخرجت منتجاتك، اشتريت منك منتجاتك لفترة، بعد كده أنت لازم تفكر بقى في التصدير وتفكر في تنمية جودة مشروعك يعني. وأنا أعتقد إن شبابنا ما كانش محتاج أكتر من الفرصة اللي عملتها مبادرة ابدأ بمنتهى الأمانة الشديدة. صحيح. الحوار الوطني بقى فيما يتعلق بالبيروقراطية اللي ستك اتكلمت عليها عموما بقى المشروعات المتوسطة والكبيرة كمان ومش بس الصغيرة، كان له العديد من المخرجات. إحنا بنتكلم عن المجلس الأعلى للاستثمار قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر 22 توصية وتنفذوا بالفعل 18 واحدة منهم خرجوا من الحوار الوطني، كانوا كلهم بيدوروا حول سرعة إنشاء الشركة اللي كانت بتقعد زي ما قلت لسيادتك 18 شهر وسنتين لست أيام حد أقصى. ده تسهيل ما كناش نحلم بيه للأمانة الشديدة. النهارده تكاليف إنشاء أي شركة جديدة كانت كبيرة وأعباء ضخمة جدا وأرقام ضخمة،
وصلت لتخفيض، وصل لحد ما 29% فقط من اللي كنا بندفعه زمان. ما قامت به الدولة المصرية انها شجعت المشروعات الجديدة المصرية بالاعفاءات الضريبية لمدة 5 سنوات، وبعض المشروعات هتاخد 10 سنين. دي احلام وكلها من مخرجات الحوار الوطني، والحمد لله انها اتنفذت وصدر بها قرار جمهوري الحقيقة. يعني لا، سرعة تلبية القيادة السياسية لمخرجات الحوار الوطني ادت امل للمنتج المصري، وتأكد ان اهتمامنا بالمنتج المصري المحلي ده هو الحل الوحيد لجذب استثمارات أجنبية مباشرة. أنا مش ممكن أروح دولة ألاقي المنتج اللي فيها عنده مشاكل، لو مشاكله محلولة وبيكسب. أنا المستثمر الأجنبي ما يهموش شعب مصر ولا تنمية الاقتصاد المصري قد ما يهمه إنه يروح في مناخ يكبر من نفسه ويشجعه على الاستثمار، وبالتالي نظرته لينا بعد هذه الإعفاءات وهذه الآلية الحقيقة في التعامل مع المستثمر الأجنبي مشجعة جدا، وإن شاء الله يكون لها مصدر كبير جدا جدا الفترة اللي احنا فيها، مش هنقول السنة الجاية، السنة دي إن شاء الله. صحيح. دكتور أيمن، في تقرير صادر من المرصد المصري التابع لمركز الفكر للدراسات السياسية والاستراتيجية لعام 2023 بيقول إن احنا يعني عندنا حوالي 3 مليون مشروع، وبيضيفوا أرقام يعني هايلة جدا للاقتصاد المصري، ولكن بيؤكد إن هذه المشروعات بتتمركز في 3 محافظات فقط، القاهرة والشرقية والغربية. لماذا بالتحديد ال3 مشروعات دول؟ وأين الصعيد من هذا الأمر؟ طبعا تحية لأهالينا في الصعيد اللي فضلوا مهمشين على مدار عقود طويلة جدا وما شافوش الأمل ولا شافوا الرعاية الحقيقية ليهم غير مع مبادرة حياة كريمة. ده كان فيش شك فيه الحقيقة، يعني القيادة السياسية الحالية هي أفضل من أنفق على الصعيد دون مجاملة، بما إني عضو لجنة الخطة والموازنة وبشوف الأرقام الحقيقية اللي بتتصرف. اللي أنفق على الصعيد الحقيقة في ال5 سنين الأخرانيين قد اللي أنفق في 50 سنة فاتت وأكثر بالأمانة الشديدة. يعني دي رقم واحد. رقم اثنين، احنا كان عندنا أزمة كبيرة جدا في التعامل مع ملف الاستثمار. كنا بندي حوافز لتشجيع الصناعة في مناطق نائية، ده كان الفكر اللي موجود واللي احنا بنسميه كاقتصاديين هو الحوافز الجغرافية. يعني ايه؟ يعني سيادتك ذكرت 3-4 محافظات تتركز فيهم الصناعة، تمام كده؟ بالرغم ان احنا عندنا أماكن ثانية على 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 بحر متوسط وبحر أحمر، وبالتالي فرصة التصدير كبيرة جدا ما كناش بنشتغل عليها، عشان دي مناطق من وجهة نظرنا كانت مناطق نائية، وبالتالي كنا بنحط فيها حوافز عالية جدا جدا وبنسيب المناطق الايه اللي موجودة حوالين القاهرة الكبرى تحديدا. يعني زي ما سيادتك تفضلت النهارده برضو كان من أهم مخرجات الحوار الوطني، أهم حاجة اتعملت هو إنك تشجع صناعات بعينها الدولة محتاجاها أو الدولة بتنفق فيها وبتعتبرها صناعات ضرورية للإنفاق، وبالتالي تخرج العملة الصعبة بره. هنا هذا النوع من الحوافز اللي احنا بنسميه الحوافز النوعية أو الحوافز المرتبطة بنوع النشاط نفسه، هو ده المخرج اللي أخرجه الحوار الوطني واللي بالفعل اتعدل فيه قانون الاستثمار، وناقشناه من 3 شهور بالتحديد في مجلس النواب، كان أحد المخرجات التشريعية للحوار الوطني، وعدلنا بقى طريقة الحوافز. بقى فيه جغرافية عشان أنمي أماكن بعينها، وبقى فيه نوعية عشان أنمي صناعة بعينها الحقيقة. نشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر دكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، شكرا لحضرتك يا فندم. دمار شامل بحق قطاع غزة، مجاعة على الأبواب وسط تعنت إسرائيلي وقرار نادر لمجلس الأمن بوقف إطلاق النار وامتناع أمريكي عن التصويت. ده كان أبرز ما نقلته الصحف العالمية خلال تغطيتها للحرب في قطاع غزة واستمرار العدوان. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية يعني خلينا نبدأ مع حضرتك من واشنطن بوست وقرار نادر لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيدعم وقف القتال في غزة للسماح بدخول المساعدات، ده طبعا بعد امتناع أمريكي وهو نادر عن التصويت. لو حضرتك تعرفنا يا فندم عن كواليس ما تم في مجلس الأمن، النقاط المعدلة، نقاط الخلاف كانت فين؟ صباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. طبعا هو بالأمس كان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2722 بشأن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. القرار حظي بموافقة 13 عضو من مجلس الأمن الدولي فيما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت. طبعا حصل الكثير من الأشياء داخل
كواليس هذا القرار قبل إصداره. أرجأ الإصدار لعدة مرات نظرا للتباين في المواقف خاصة بين روسيا والولايات المتحدة تحديدا. الولايات المتحدة كانت تعترض على وقف كامل لإطلاق النار داخل قطاع غزة، فيما كل الدول التي يعني كانت مشاركة في هذا القرار كانت يعني على اتفاق بأنه يجب وقف إطلاق النار تماما داخل قطاع غزة. روسيا اتهمت الولايات المتحدة بأنها يعني تحاول عرقلة وقف إطلاق النار، كما كانت هناك اتهامات أخرى. وفقا لهذا القرار، مجلس الأمن الدولي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وعلى أوسع نطاق، إلى جانب تهيئة الظروف لوقف الأعمال العدائية وقفا مستداما. طبعا القرار أيضا ينص على أن يقوم الأمين العام للمنظمة الدولية بتعيين منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار من أجل تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة. طبعا القرار هو المحاولة الخامسة لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي. القرارات الأربعة السابقة كانت الولايات المتحدة اتخذت حق النقض الفيتو ومنعت صدور هذه القرارات باستثناء قرار واحد يعني إسرائيل لم تلتزم به بل عارضته، إلى جانب أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت قرارين مهمين، أولهما وقف القصف قطاع غزة، إلى جانب أنه حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. ده حظي ب يعني تصويت 173 دولة القرار الأخير. القرار الأول حظي بتصويت 153 دولة، لكن طبعا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تكون قرارات غير ملزمة يعني بعكس قرار مجلس الأمن الدولي، قرار ملزم لإسرائيل. طيب، صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية أيضا والتقرير صدر منها بعنوان الأرض الخراب في أكبر مدينتين بقطاع غزة. الصحيفة الأمريكية قالت أنه على مدار 76 يوم من الحرب مع حركة حماس، الجيش الإسرائيلي نفذ واحدة من أكبر حملات القصف في التاريخ على هذا القطاع المحاصر. كلمنا أكثر عن هذا المشهد كما نقلته هذه الصحيفة الأمريكية. طبعا هو قطاع غزة يعاني الآن أزمة إنسانية طاحنة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على هذا القطاع منذ يعني الاعتداءات تصل الآن إلى حوالي 80 يوما. القطاع يعني هناك حصار شبه كامل، تواجد للقوات الإسرائيلية كما تعلمون، انقطاع تام للكهرباء بنسبة تزيد عن 99%، إمدادات الطاقة، توقف كامل لمعظم المستشفيات عن العمل، المياه يعني القطاع يفتقر إلى وجود المياه، حتى المياه المحلاة بسبب عدم وجود الوقود لتشغيل المياه، إلى جانب أنه التهجير المستمر من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى بعض المناطق الأخرى أدى إلى تعرض السكان المدنيين إلى يعني حالات أشبه بشبه تفشي للأمراض. طبعا هناك تحذيرات مستمرة من جانب منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأونروا للوضع المأساوي في داخل قطاع غزة الذي يعاني الآن من يعني افتقار كامل لمعظم سبل الحياة العادية، إلى جانب يعني ندرة المياه واعتماد السكان على شرب المياه غير النظيفة ومن الآبار التي تحوي نسب من الأملاح، إلى جانب حتى يلجؤون إلى استخدام مياه البحر بعد محاولات من جانب يعني محاولات بدائية للغاية للعمل على تخفيف نسب الملوحة. هناك وضع بائس داخل قطاع غزة، إلى جانب طبعا كما تعلمون أنه الآن عدد الشهداء يصل إلى 21,000 شهيد، إلى جانب أنه عدد المصابين يقترب من حوالي 54,000 مصاب، فضلا عن انه تهديم البيوت على رؤوس سكانها ادى الى انه ما زالت هناك بعض الجثث التي لم يتم اخراجها حتى الان، وهو ما يهدد القطاع او سكان القطاع
بمزيد من الأوبئة وانتشار الأمراض، فهناك بالفعل وضع كارثي للغاية يعاني منه سكان قطاع غزة. طيب أستاذ صلاح، خليني أروح مع حضرتك لسؤال طرحته فرانسيس بينال في الواشنطن بوست. السؤال كان: لماذا الشباب الأمريكي أكثر تأييدا للفلسطينيين من الأكبر سنا؟ وبتقول في مقالها: على مدى أكثر من شهرين من الحرب بين إسرائيل وحماس، ظل الرأي العام حول الصراع يتغير باستمرار، ولكن كان هناك فجوة ثابتة بين آراء الأمريكيين الأكبر سنا والأصغر سنا. لو حضرتك تحدثنا يا فندم عن هذا المقال، وأيضا من وجهة نظرك ليه بالفعل في هذا التباين في الآراء؟ وطبعا حضرتك أشرت إلى نقطة مهمة للغاية. تقرير الواشنطن بوست أشار إلى تغير في اتجاهات الرأي العام خاصة بين الشباب، لأنه في بداية الأزمة وبعد عملية 7 أكتوبر كان هناك توجيه للرأي العام العالمي من جانب آلة الدعاية الإسرائيلية. طبعا آلة الدعاية الإسرائيلية اعتمدت في السنوات الماضية على أنه هي بتفبرك الحقائق وتنقل صورة مغلوطة وصورة غير واقعية لما يحدث على الأرض، وكانت يعني هي تجيد توجيه الرأي العام في الاتجاهات التي تريدها، وهي صناعة يجدها للأسف الشديد الإسرائيليون. لكن في هذه الحرب تحديدا فشلت آلة الدعاية الإسرائيلية في أن توجه الرأي العام يعني لأكثر من أسبوع تحديدا، لأنه نقلت صورة مغلوطة عما حدث في 7 أكتوبر، نقلت يعني حقائق مشوهة أو يعني أطفت بعض اللمسات التي اكتشف العالم أنها غير حقيقية وغير واقعية، كالصور التي حاولوا أن يعني ينشروها عبر وسائل الإعلام التي يمتلكونها، إلى جانب أنه كبار السن لديهم صورة نمطية وصورة ذهنية محددة، لكن الشباب يستقون معلوماتهم كما تعلمون الآن من العديد من المصادر، ولا يعتمدون على مصادر التلقين الروتينية أو التي كانت تعتمد عليها آلة الدعاية الإسرائيلية فيما سبق. فالشباب اليوم أو شباب الأمريكي أو الغربي تحديدا يستقي معلوماته من وسائل التواصل الاجتماعي وعبر يعني الأدوات المستحدثة، إلى جانب أنه اكتشاف أنه هناك أكاذيب وأضاليل تم تسويقها عبر هذه الأزمة. الشباب اكتشف ذلك، وشاهدنا بأنه المظاهرات التي خرجت سواء في الولايات المتحدة أو في معظم الدول الأوروبية كان معظمها من الشباب يعني على غير العادة. فأعتقد أنه هذه الصورة فشلت فيها إسرائيل فشلا ذريعا في أن هي توجه الرأي العام كما كانت تريد وكما كانت تسعى. فأعتقد أنه ما نشر في صحيفة واشنطن بوست في هذا الإطار حول تغير في اتجاهات الرأي العام تجاه ما يحدث في قطاع غزة والمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة، وأن هناك انتقادات شديدة للحكومة الإسرائيلية وانتقادات لما يحدث على الأرض، كلها إشارات تشير إلى أنه بالفعل آلة الدعاية الإسرائيلية قصرت هذه الحرب. صحيح. التايمز البريطانية يعني ربما سلطت الضوء بشكل أكبر على الأزمة الإنسانية، وكشفت في تقرير خاص ليها نقلا عن الأمم المتحدة عن تزايد خطر المجاعة في قطاع غزة كل يوم مع استمرار تفاقم الوضع الحالي المتمثل في الأعمال العدائية المكثفة تقييد وصول المساعدات الإنسانية. أوضح التقرير الصادر عن التايمز أن 90% من سكان قطاع غزة البالغ عددهم في الأصل 2,300,000 نسمة يعانون من أزمة جوع، بما في ذلك نحو 40% منهم، وقال أن هؤلاء مصنفون على أنهم في حالة طوارئ، وأن 15% في حالة توصف بالحالة الكارثية. كلمنا عن التفاصيل يا فندم. هو طبعا كما تعلم أنه قطاع غزة هو قطاع محدود المساحة للغاية 360 كيلومتر مربع. هذا القطاع يعتمد في معظم يعني احتياجاته على الاستيراد من الخارج، باستثناء بعض الزراعات البسيطة التي تمد سكان القطاع ببعض احتياجاتهم وليس كل احتياجاتهم. طبعا كل المؤشرات والإشارات الصادرة عن المنظمات الدولية سواء منظمة الصحة العالمية أو وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين تشير إلى أن هناك بالفعل أزمة إنسانية طاحنة ووضع مزري. نسبة يعني 93% من حجم أو عدد السكان نازحون من مناطقهم الأصلية إلى مناطق أخرى تعاني من استهلاك غير كافي من الغذاء تحديدا.
تحتاج. الغذاء وصل الى يعني مستويات متدنيه للغايه، الى جانب انه اسعار مبالغ فيها جدا، الامر الذي دعا عدد من المنظمات الدوليه الى ان تحذر من ان قطاع غزه اذا ما استمر على هذه الوتيره سيعاني حاله طارئه للغايه مع قدوم شهر فبراير المقبل، وانه الغذاء لن يكون متوفر. يعني الوضع كارثي بكل تاكيد في قطاع غزه. بشكر حضرتك جزيل الشكر كاتب الصحفي صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأنباء بصحبة زميلتنا لمياء حمدون، اتفضلي لنا. شكرا لك مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم لتهنئته على فوزه بولاية رئاسية جديدة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس تيار الحكمة ثمن الدور المحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا تطلع العراق لاستمرار وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين. وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي تقدم بالشكر لرئيس تيار الحكمة على الاتصال، مشيدا بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأهمية الجهود المتواصلة لتعزيزها في المجالات كافة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد حرصه على توجيه التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر. وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الرئيس الفرنسي استمع خلال الاتصال إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن ضرورة وقف العملية العسكرية في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق. وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيسين اتفقا على تكثيف الجهود المشتركة في هذا الصدد، كما أكد أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة. وتوافقا الرئيسان كذلك على ضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود التسوية للقضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام من خلال إنفاذ حل الدولتين. رحبت مصر بإنشاء آلية أممية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، وتعيين منسق أممي رفيع المستوى لتسهيل دخول وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع. واعتبرت مصر اعتماد قرار مجلس الأمن خطوة هامة وإيجابية على مسار التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطال المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع، معتبرة أنها خطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة. كما جددت مصر التأكيد على استمرارها في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار ويحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين. أكد مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق أهمية خلق أفق سياسي واستئناف العملية التفاوضية التي تحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته بإقامة دولة مستقلة. وخلال جلسة مجلس الأمن قال مندوب مصر بالأمم المتحدة إن صدور قرار مجلس الأمن بزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يعد خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة التداعيات الدامية للحرب على القطاع، معربا عن تطلعه في أن يسهم هذا القرار في دعم تقديم المساعدات للقطاع الذي يشهد كارثة إنسانية لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية. استشهد 18 فلسطينيا في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا في الشارع 20 شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 شخصا وإصابة العشرات. هذا ودمرت غارة نفذها طيران الاحتلال محطة لتحلية المياه بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال منزلا في حي الأمل بمدينة خان يونس.
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قرار قانون السياسة الدفاعية الأمريكية ليصبح بذلك قانونا. وأوضح البيت الأبيض أن التشريع الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي يتضمن مبلغا قياسيا قدره 886 مليار دولار للإنفاق العسكري السنوي، كما يجيز سياسات مثل مساعدة أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي. رياضيا، توج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب بطولة كأس العالم للأندية 2023 للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز الكبير على فريق فلومينينسي البرازيلي بأربعة أهداف دون رد في المباراة الأخيرة أو النهائية التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بالسعودية. وسجل رباعية مانشستر سيتي كولمن جوليان ألفاريز ونينو لاعب فلومينينسي بالخطأ في مرمى وفيل فودن. حصد النادي الأهلي الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية بفوزه على أوراوا ريد الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في مدينة جدة لتحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة. وسجل أهداف الأهلي كل من ياسر إبراهيم والجنوب أفريقي بيرسيتاو والتونسي علي معلول. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. للمرة الرابعة في تاريخ النادي الأهلي بيحصد برونزية كأس العالم للأندية، ده بعد ما قدر يحقق الفوز امبارح على فريق أوراوا الياباني بنتيجة 4-2. يعني النادي الأهلي لعبته شرفونا، مباراة قوية جدا قدموها قدام الفريق الياباني، كل المصريين على المقاهي شفناهم كانوا بيشجعوا. تفاصيل أكتر خلينا نقرب لها عن المباراة وعن كواليسها وعن ماذا حدث في دكة اللاعبين وما بعد المباراة. منورة النهاردة في استوديو صباح الخير يا مصر ضيفنا الناقد الرياضي الأستاذ محمد القاضي. أهلا بك أستاذ محمد. صباح الخير. أهلا بحضرتك. بعد التحية قولينا، شفت ازاي الماتش؟ شفت ازاي النتيجة؟ ايه ردود الافعال او اهمها اللي صدرت بعد هذه المباراة؟ طيب، خلينا نبارك للنادي الاهلي الفوز بالبرونزية للمرة الرابعة في تاريخه من مشاركته في كاس العالم للاندية. طبعا انجاز كبير ما حققوش حد في قارة افريقيا، حتى اندية كتير شاركت في كاس العالم للاندية ما قدرش يتحقق المركز الثالث لاربع مرات. احنا شفنا اندية كتير شاركت، سواء الوداد المغربي، شفنا الترجي التونسي، شفنا سان داونز جنوب افريقي، شاركوا، ما حدش فيهم قدر يوصل للمكانة اللي وصلها النادي الاهلي، وده رقم قياسي جديد يحسب للنادي الاهلي محطم الارقام القياسية. النادي الاهلي شرف مصر وشرف الكرة المصرية، رغم ان هو حقق البرونزية، وده طبعا ما كانش طموح لجماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي كان لها طموح اعلى من كده، حتى إدارة النادي الاهلي كان نفسها النادي الاهلي يوصل المباراة النهائية، مش شرط ان هو يكسب مانشستر سيتي حتى لو حقق الميدالية الفضية، فده انجاز جديد له. انما تواجده اصلا في انما البرونزية نفسها هو رقم قياسي للنادي الاهلي، بس مش هو الانجاز الكبير اللي كان طموح لجماهير النادي الاهلي وإدارة النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني احنا يعني ما فيش نادي في العالم قدر ان هو يحقق برونزية كأس العالم للأندية اربع مرات، رغم ان البطولة هنقول بس ان هي مش متصنفة على المستوى الدولي، وان هي بطولة رسمية، هي بطولة ودية تبع الفيفا، بس في الاول والاخر بتبقى محسوبة في سجلات التاريخ ان النادي الاهلي حقق البطولة، وعلى فرق كتير. النادي الاهلي البطولة ديت كسب اتحاد جدة السعودي المدجج بالنجوم اللي هو بمليارات الدولارات، قدر ان هو يعمل مباراة عالية جدا تكتيكية من الناحية الفنية لمارسيل كولر، قدر ان هو يعني حتى الماتش اللي خسره في الرومينزي دوت خسره بسبب سوء الحظ وبسبب رعونة اللاعبين، كان سهل جدا النادي الاهلي يوصل المباراة النهائية وبمجهود اقل من كده. طب بما انك ذكرت بقى فلامينينز البرازيلي، يعني كان من ضمن بعض الاراء انه كان كولر كان عنده، الناس كانت شايفه انه لو كان عمل تغييرات بدري شويه كان ممكن الوضع يفرق. انت شايف انه امبارح لو اتكلمنا على تاكتكس المباراه بقى، شايف انه كولر تخطى اخطائه في مباراه فلامينينزي او امام فريق فلامينينزي البرازيلي، ولا شايف ايه بقى كولر ازاي ادارته امبارح لهذه المباراه؟ طيب خلينا نتفق في البدايه ان كولر مدرب واقعي، في الكره مدارس كتير في التدريب. كولر من مدرسه اللي هي الواقعيه في الكوره، انا بلعب على المتاح قدامي وبلعب على الخصم، مش بيلعب على لعبه هو. بمعنى
هو دايما بيقرا الخصم ويلعب على لعب الخصم، مش المفروض يعني خلينا نتفق بس النادي الاهلي نادي كبير، نادي كبير على مستوى قاره افريقيا، على مستوى الوطن العربي هو اكبر نادي، على مستوى الشرق الاوسط هو اكبر نادي، فالمفروض اي فرقه بتلعب النادي الاهلي تلعب على لعب الاهلي، يبقى الاهلي صاحب المبادره. كولر في ميزه جدا ان هو مدرب واقعي بيقدر ان هو يلعب على لعب الخصوم، بدليل ان هو مثلا امبارح في ماتش اوراوا لعب عارف ان المدرب بيلعب بيبني بيلد اب من تحت، بيبتدي الكره من عند حارس المرمى وما بيلعبوش كور عاليه، لا ده بيلعبوا بيسلموا من رجل لرجل، فهو عمل ضغط عالي من اول الماتش قدر ان هو يقطع الكره ويجيب الاجوان. اجوان النادي الاهلي من ناحيه التاكتس نفسها اجوان كلها يعني على اخطاء الخصم، مش هنقول ان هو ان كولر لعب بخطه معينه، لا ده هو لعب على اخطاء الخصم وكده، عشان كده هو مدرب واقعي، يعني مدرب ما عندوش كرياتيف ان هو يقدر ان انا لا ده انا هلاعب المدرب اللي قدامي على لعبي واقدر اجبره أيوه. ان هو يقفل المفاتيح، لا ده هو من الاول خالص ما لعبش على مفاتيحهم، ده هو لعب على اخطائهم، فدي ميزه مهمه في كولر. بالنسبه لحضرتك بتقولي في التغييرات، هو كولر دايما تغييراته متاخره يعني دايما التغييرات عنده متاخره، حتى لما الناس بتتكلم في التغييرات هو ده يعني انا يعني ناس كتيره شايفاها عيب في كولر، انا شايفها ميزه. انا اصور شايف التغييرات المتاخره ميزه؟ انا شايف يعني في ناس كتير بتقول ان هو عيب في كولر نفسه، انا شايفها ميزه. لايه؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، في قبل نهائي بطوله اوروبا اللي السيتي قدر ياخدها ويلعب في كاس العالم للانديه كان بيلعب مع نادي ريال مدريد، جوارديولا لعب 90 دقيقه من غير ما يغير لعيب واحد، لعب 90 دقيقه بال 11 لعيب ما عملش ولا تغيير. هو مش شرط التغيير بس هو يعني حسب قراءه المباراه، يعني حسب وضع المباراه نفسه، زي ما انت كنت بتتكلم دلوقتي فكره انه كولر بيقرا الوضع اللي قدامه، بيقرا الفريق اللي قدامه. ما انا بقول لحضرتك جوارديولا لعب ماتش ريال مدريد بريتم عالي جدا جدا، فلما سالوه قالوا له ليه ما عملتش تغييرات رغم المجهود البدني العالي اللي لعبه مانشستر سيتي قصاد ريال مدريد، قال لهم لا ما انا لو نزلت واحد هيبقى النسق بتاعه اعلى من الريتم اللي موجود في اللعيبه، فانا هبوظ التكتيك بتاع المباراه، فانا هكمل بال11 لعيب للاخر، وقدر ان هو يصعد للمباراه النهائيه ولعب انتر ميلان في المباراه النهائيه. علشان كده انا شايف ان كولر بيلعب منه مدرب واقعي، فهو بيلعب باللعيبه المتاحه قدامه، فهو مش هيعمل تغيير لما يكون هو مقتنع ان التغيير ده يقدر ينزل يغير نتيجه المباراه. في كتير جدا كولر رضخ، ودي يعني ودي مرات نادره ان انا اشوف مدرب في النادي الاهلي يرضخ لمطالب الجماهير ان هو يغير في الدقيقه 65 ويغير في الدقيقه 60 في مباريات قبل كده، ورغم كده اللعيبه دي ما كانتش بتقدم المردود المهم لجماهير النادي الاهلي، بدليل ان هو مثلا ما كان بينزل طاهر محمد طاهر في اوقات كتيره ما كانش بيأدي المطلوب منه. لما كان الناس بتطالب ان موديست المهاجم الاجنبي اللي هو موجود في هجوم النادي الاهلي كنا بنشوف ان موديست ما بيقدمش المردود، رغم ان جماهير الاهلي بتقول لازم ياخد وقت اطول. ما انت مش هتطلب من موديست ان هو يجيب اجوان غير لما يلعب دقائق اعلى ودقائق اكتر، برده ما بيقدمش المردود الهجومي. بنشوف في نص الملعب ان لعيبه كتيره ما بتلعبش رغم انها كانت اساسيه في يوم من الايام. برضو وجهه نظر كولر ان هو ما يغيرش ده، يعني في ماتشات قبل كده كولر كان بيغير في الدقيقه 80 ورغم كده اللعيبه ما بتقدرش تخش في رتم المباراه سريع، فهو ده برضو عيب وميزه. بس انا شايف ان يعني المثل بيقول اللي تكسب بيه العب بيه. ايوه، ودايما هو ما عندوش ثبات في التشكيل، يعني كولر ما عندوش ثبات في التشكيل، دايما كان بيعمل السنه اللي فاتت تدوير، السنه دي بس بسبب كثره الاصابات والارهاق هو مضطر ان هو يلعب بلعيبه معينه فتره معينه. طب انت شايف ان وجود احمد كوكا امبارح في نص الملعب كان عامل فرق؟ يعني قدر فعلا ان هو يعني يختلف بتكتيك كولر في المباراه؟ هقول لحضرتك انا شايف ان هي ميزه مهمه جدا عملها كولر ان هو قدم لنا احمد نبيل كوكا في البطوله دي، يعني من احسن اللعيبه اللي في النادي الاهلي في كاس العالم للانديه كوكا، بدليل ان هو اللعيب ده بصير عالي جدا، وده من احد اللعيبه المهمه في منتخب مصر الاولمبي اللي هيلعب في الاولمبياد باريس اللي جايه 2024، هو لعيب اساسي في منتخب مصر ولعيب صغير في السن، هو عنده 22 سنه ما كملش 22 سنه لسه، فان هو ياخد الثقه بتاعه كولر بالشكل ده نجاح لكولر، دي اول حاجه. تاني حاجه هو ليه كوكا لعب اصلا، لان نفس الناس بتقول ان المفروض ان هو خد مكان اليو ديانج، واليو ديانج لعيب منتخب مالي، لعيب اساسي في منتخب مالي، لعيب كان موجود في تصفيات امم افريقيا، لعيب مهم جدا في تشكيل النادي الاهلي، بس الراجل قرايته للمباراه بتقول ان هو محتاج ناس بتلعب كوره،
أليو ديانج ميزته ان هو بيقطع كره ويسلم لاقرب لعيب، ما عندوش ان هو يلاعب الفرقه، واحنا عارفين ان أليو ديانج بيلعب نمره 6، ومن ساعه اللي هو لاعب خط الوسط المدافع الصريح اللي هو بيقطع ويسلم لاقرب لعيب علشان يقدر يفسد هجمات المنافسين. دلوقتي كولر بيلعب الثلاثه اللي بيلعبوا في نص الملعب الديفندرات كلهم اللي هم لعيبه الوسط المدافع بيلعبهم نمره 8 اللي هو لازم يبقى له شق هجومي ولازم يشارك في الهجوم مع اللعيبه اللي هو الدور اللي كان بيقدمه حمدي فتحي مع النادي الاهلي قبل ما يروح الوكره القطري. الدور ده حاول يعني بعد ما شيان حمدي فتحي حاول كولر ان هو يدي الثقه لأليو ديانج في المنطقه دي، لكن أليو ديانج فشل. كل التجارب اللي دخل فيها والمباريات اللي دخل فيها أليو ديانج ما قدمش نفس المردود الهجومي في نص الملعب اللي قدمه حمدي فتحي، فلازم يجيب لنا وجه جديد يقدمه في خط نص النادي الاهلي يبقى كويس زي احمد نبيل كوكا. كان ممكن اللي ممكن يقوم بالدور ده كان عمرو السوليه، لكن في وسط الجري والمجهود البدني العالي اللي قدمه الاهلي في كاس العالم للانديه ورجوع عمرو السوليه من الاصابه كان صعب جدا ان هو يعتمد عليه في نص الملعب، فلازم يعتمد على لعيب صغير وشاب. فهو احمد نبيل كوكا ده انا شايف ان هو اكتشاف كولر في البطوله. انا مبسوط جدا ان احنا بنشوف واحد زي احمد نبيل كوكا بالسن ده بيلعب في منتخب مصر الاولمبي ان النادي الاهلي بيديله الثقه. على فكره يعني النادي الاهلي بسنين طويله ما كانش بيلعب باللعيبه الصغيره، احنا لحد دلوقتي مثلا بنقول على محمد هاني اللي عنده 25 سنه اللي هو باك رايت النادي الاهلي ومن احسن لعيبه في البطوله ومن احسن لعيبه اللي قدمت مستويات عاليه في البطوله مع النادي الاهلي بنقول عليه ناشئ لحد دلوقتي، يعني عنده 25 سنه، ده الناس بتلعب في اوروبا عندها 16 سنه بتلعب مع منتخبات بلدها على المستوى الدولي، واحنا لسه بنقول على محمد هاني ناشئ. بس انا شايف ان كوكا لعيب عالي جدا، كورته عاليه جدا جدا، بيقدر ان هو ينقل الهجمه باقل عدد كرات يحط اللعيبه للجون. احنا شفنا امبارح عمل كام كوره الكهرباء وعمل لبيرسي تاو كذا كوره، حطت بيرسي تاو وحطت حسين الشحات وكهرباء خلاص من نقلتين بقى قدام الجون. طيب استاذ محمد، بما انك بتتكلم بقى على كوكا، احيانا كده بيبقى في تناغم بين اللعيبه، يعني في كيمياء كده ما بين لعيبه خط الوسط. مش أول مرة نشوف كوكا مروان عطية وإمام عاشور في خط الوسط، والحقيقة بيقدموا مع بعض أداء هايل، حتى يمكن كمان مباراة اتحاد جدة. شايف إنه التريو ده أو التلاتة دول وهم مع بعض، كولر هيستمر بنفس التشكيلة دي تحديدا؟ لأنه إحنا شايفين أداء التلاتة مع بعض متناغم جدا، بالرغم من إن إمبارح كمان تحديدا، يعني هتكلم معاك بقى في نقطة تانية، تناغم اللعيبه بشكل عام ما كانش في افضل حالته، يعني ما كانش زي اتحاد جده. اتحاد جده كان من ضمن اهم عوامل النجاح او الفوز ان كان في تناغم بين اللعيبه بشكل كبير جدا في الملعب. امبارح ده ما كانش موجود، بس لو هنتكلم تحديدا على خط الوسط لا ده كان موجود. طيب هو لما كولر لعب باحمد نبيل كوكا ماتش اتحاد جده، الجماهير قبل الماتش زعلت وقالت انت ملاعب في مباراه قويه زي ديت فيها خط النص، فيها فابينيو وفيها كانتي وفيها كريم بنزيما، بتلعب لعيب صغير في السن قصاد دوت، قصاد فرقه زي فرقه اتحاد جده الجماهير زعلت. لكن المستوى العالي اللي قدمه كوكا قصاد اتحاد جده في المباراه الاولى واول مشاركه له في كاس عالم للانديه، هو قدم مستوى عالي، فالجماهير طلبت ان هو يلعب على حساب أليو ديانج. فاستكمالا لكلام حضرتك، اصلا هو النادي الاهلي يعني انا قلت لحضرتك اللي تكسب بيه العب بيه، فهو في مباراه اتحاد جده هو ساب الكوره لفرقه اتحاد جده. كولر تكتيكه بيقول ان هو ساب الكوره لاتحاد جده ولعب على الهجمات المرتده وقدر ان هو يحرز الثلاث اجوان بتوعه من ثلاث كور راح بيهم للجون، غير ضربه الجزاء اللي ضيعها علي معلول. فهو عشان كده بقول لحضرتك هو مدرب واقعي، هو لو على مستوى المهاري وعلى مستوى اللياقه البدنيه ما كانش يقدر يكسب اتحاد جده لو مسك منهم الكوره، كان النادي الاهلي بدني هيقع في الشوط الثاني. احنا عارفين ان معدلات اللياقه البدنيه قصاد النادي الاهلي في الشوط الثاني بتقل بسبب ضغط المباريات في النادي الاهلي، فمش كانش هينفع يكمل بنفس النسق اللي ابتدى بالمباراه بالضغط العالي مع اتحاد جده. احنا لما شفنا في ماتش في الاورومينزي الناس بتلعب كوره عاليه جدا ولعيبه برازيليين بس كبار في السن، يعني معدل الاعمار بتاعهم عالي جدا، والدوري البرازيلي يعني مقارنه بالدوري المصري لا الدوري المصري اعلى في الناحيه التنافسيه من الدوري البرازيلي، وحتى الفرقه في المركز السابع في الدوري البرازيلي. بس رعونه النادي الاهلي في الخط الامامي ان اللعيبه بتضيع فرص كتير وبتضيع اجوان كتير وما بتنهيش الهجمه بالشكل الصح، دي الاخطاء اللي عالجها كولر في مباراه اوراوا امبارح. علشان كده لما الفينش يبقى عالي
شفنا جوان نفس القصه برضو في مباراه اتحاد جده، الفينش كان عالي. ده بقى لو حضرتك بتقولي بقى التناغم والانسجام، لازم اللعيبه تتلعب مع بعض كتير، بدليل بقى ان احنا بنقول ان ما يبقاش في تغيير كتير في التشكيل الاساسي. يعني احنا بنشوف يعني كولر، انت شايف سبب عدم التناغم ده التغيير كتير او تغيير بدري؟ يعني شايفه التغييرات، كثره التغييرات في التشكيل واللعب في التشكيل، ما يبقاش في تناغم، لازم يثبت 11 لعيب يلعبوا مع بعض على طول عشان يبقى كل اللعيب، يعني اللعيب بيباصي في الملعب وهو مغمض عارف ان الكره رايحه لبيرستاو مثلا. لو احنا قلنا الثلاثة الديفندرات إمام عاشور أو كوكا أو مروان عطية، أي واحد فيهم هيباصي وهو مغمض عارف إن الكرة راح برستو في المساحة الفاضية اللي هو ياخدها ويجري. إنما كثرة التغييرات في التشكيل، لما إحنا بنشوف مثلا إن هو لما بينزل طاهر محمد طاهر، لما كان بينزل احمد عبد القادر، الناس ما بتبقاش راضيه عن ادائهم في الملعب. أيوة. وبيقطعوا، والجماهير بتقطع فيهم كتير بالرغم ان هم لعيبه كواليتي عالي جدا. أيوة. يعني لما تيجي تقارن على مستوى الافراد اللعيبه ديت، لا اللعيبه دي كواليتي عالي جدا، مش موجود في انديه كتير في الدوري المصري. نفس الموضوع لصلاح محسن، لعيب كواليتي عالي جدا جدا وقدم مستويات عاليه جدا مع سيراميكا، واحد اسباب ان سيراميكا بيلعب كاس السوبر المصري في الامارات الاسبوع الجديد اللي احنا فيه. سيراميكا خد كاس الرابطه بسبب صلاح محسن، فلما يرجع من الاعاره للنادي الاهلي المفروض يقدم المستوى العالي، لازم يلعب ولازم ياخد ماتشات كتير. لكن هو التغييرات في التشكيل، ان انت بتدفع بلعيبه ما بتقدمش المردود العالي دوت، بيؤدي لعدم الانسجام بين كل اللعيبه. انا هختلف معاك شويه، لان كنت لسه بتتكلم على فكره ضغط المباريات عند النادي الاهلي، فلما تلعب بنفس التشكيل 11 لاعب بهذا الضغط هيبقى صعب جدا، هيتعبوا يعني مش هيقدروا يستحملوا. من غير ما نختلف انا اقول لحضرتك، لا مفيش اختلاف، انا اقول لحضرتك السنه اللي فاتت النادي الاهلي عمل تدوير كتير بين اللعيبه. يعني كولر كان بيلعب في اكتر من بطوله في وقت واحد، كان بيلعب في افريقيا وبيلعب في كاس مصر وبيلعب في الدوري المحلي، والسنه دي كمان لعب في السوبر الافريقي. فهو كان بيلعب كل اللعيبه، فكل اللعيبه اي 11 بينزل بيهم النادي الاهلي كان بيكسب. في ناس كتيره كانت بتقول النادي الاهلي لما عمل التدوير الكبير السنه اللي فاتت في اللعيبه ولعب، يعني النادي يعني كولر السنه اللي فاتت لعب 25 لعيب، مش 11 لعيب بس، اعتمد على 25 لعيب. لكن السنه دي هو مضطر يعتمد على 11 عشان عنده اصابات كتير وعنده لعيبه كتير مش جاهزه. يعني احنا شفنا عمرو السوليه وقع، شفنا حمدي فتحي مشي، عنده مشاكل في خط الدفاع. يعني الناس كلها بتقول دلوقتي ان لازم النادي الاهلي يجيب فرود نمره 9 اللي هو سواء اجنبي، عشان ما فيش فراوده في مصر بتقدم المردود العالي، وفي نفس الوقت بيقول لك محتاج مدافع. فكل ده محتاج، ان هو محتاج لعيبه، اللعيبه بتقع منه بدني واللعيبه بتقع منه من الاصابات. انما كولر في السنه اللي فاتت، لا كولر كان من اعلى المدربين اللي انا شفتهم في التعامل مع التدوير. بس ده بقى ده بيأدي ايه؟ ان هو الراجل كان جاي جديد مصر. أيوة. فكل اللعيبه عايزه تطلع اعلى ما فيها. أيوة. انما دلوقتي اللعيبه حافظت، فلعيب مثلا يعني بقول لحضرتك مثلا احمد عبد القادر وصلاح محسن، انا اتفاجئت ان النادي الاهلي شالهم من قائمه كاس العالم للانديه. أيوة. اصلا مجرد يعني انا عايز اقول جوارديولا واخد معاه هالاند وهو مصاب وعارف ان هو مش هيلعب ولا ماتش في البطوله. أيوة. بس خده علشان يبقى موجود معاه في البطوله، وقال لك ما يلعبش، لا ومؤيده في قائمه الـ كاس العالم للانديه. احنا يعني دي حاجات معنويه. أيوة. تفرق. انت بتقول دلوقتي كولر بيقول للاثنين لعيبه دول انتوا مش معايا في يناير. انت شايف ان في يناير كولر يقدر في موسم الانتقالات الشتويه يجيب مهاجم جديد؟ ناس كتير بتطالب ان خط الهجوم عند كولر لسه مش زي ما جماهير الاهلي متوقعه، في نقطه هنا ناقصه يعني زي ما بيقول. هل فعلا الاهلي محتاج مهاجم جديد؟ ده الاهلي محتاج مش مهاجم واحد، محتاج اتنين. يعني الفرق الكبيره اللي بتنافس على البطولات وبتلعب في اكتر من بطوله في وقت واحد لازم يبقى عندها لعيب اساسي ولعيب بديل، واللعيب البديل ما يقلش في المستوى الفني والبدني عن اللعيب الاساسي. يعني اللعيب البديل ده لما ينزل لازم يغير نتيجه المباراه، فلازم يبقى في نفس المستوى اللي موجود عليه اللعيب الاساسي. فما بالك بقى اصلا ان الاهلي ما عندوش الفرويد الاساسي اللي يلعب بيه علشان يبقى عنده احتياطي. النادي الاهلي بيلعب بالكهرباء اللي هو اصلا جناح، بيلعبوا فرود نمره 9 في مكان غير مكانه علشان هو ما عندوش فرود. وده بقى يعني ده له اسباب كتير، يعني له اسباب ان الدوري المصري ما افرزش لحد دلوقتي المهاجم نمره 9. كل المهاجمين نمره 9 اللي موجودين اللي هو المهاجم الصندوق الصريح اللي موجود، كل المهاجمين ما اقنعوش اداره النادي الاهلي. يعني احنا بنشوف في مصر مثلا النادي الاهلي سمعنا بيفاوض مروان حمدي مهاجم النادي المصري البورسعيدي، ده فرود صندوق نمره 9، بس برده ما هو جاب حسام حسن كان هداف نادي سموحه واحد هدافين الكبار في الدوري المصري وما نجحش، جاب شادي حسين من سيراميكا كليوباترا وكان مكسر الدنيا مع سيراميكا واحد اسباب بقاء سيراميكا في الدوري الممتاز الموسم الاول، برضه جه وما اداش المردود الكويس، عشان كده هو لجأ للمهاجم الاجنبي. ومفيش مهاجم اجنبي، بص حضرتك مفيش مهاجم اجنبي يجي في انتقالات الشتاء دوت غير لما يكون هو ما بيلعبش.
يعني هو ما بيلعبش في فرقته فتيجي. يعني بيرسي تاو انا اقول لحضرتك كل الناس بتشيد ببيرسي تاو ومستوى بيرسي تاو في كده. بيرسي تاو ده لعيب كواليتي مش موجود في الكره المصريه، لازم التناغم مع الفرقه. ده لعيب عالي جدا. بيرسي تاو ده من اعلى اللعيبه اللي موجوده في مصر. ده كان بيلعب في برايتون في الدوري الانجليزي، مش يعني، ولعيب دولي في منتخب جنوب افريقيا. ولما جه النادي الاهلي كان عنده اصابات كتير بسبب، وحتى لما جم اشتروه من برايتون اول مره دفع يعني مدفوع فيه مليون و600 الف دولار، مدفوع فيه رقم كبير جدا جدا على واحد بيتصاب كل شويه. يعني اصلا الموسم الاولاني اللي لعب فيه بيرسي تاو مع موسيماني كان على طول في المستشفى. الموسم الثاني يعني بدا ياخد كواليتي. دلوقتي انا شايف بيرسي تاو ده كواليتي مش موجود في الكره المصريه، كواليتي عالي جدا. بس انا بقول لحضرتك اللعيب ده هرب من اوروبا وهرب من الدوري الانجليزي بسبب الضرايب. الضرايب على عقود اللعيبه في انجلترا 40% من قيمه العقد. فهو لو بياخد مثلا، لو قلنا بياخد مليون دولار، هو بياخد 600 الف دولار في ايده. فالاحسن يلعب في مصر والنادي الاهلي يشيل الضرايب، ولا يلعب في اوروبا؟ هيلعب في مصر. نفس القصه، هو لما جه ما كانش بيلعب في برايتون، فلما جه النادي الاهلي خد سنتين علشان يبقى كويس. فانت حضرتك اللي هيجي دلوقتي من اوروبا مثلا او هيجي من اي فرقه تانية هيبقى لعيب ما بيلعبش في فرقته، فياخد فتره علشان يبقى المستوى البدني بتاعه يعلى واللياقه البدنيه تعلى وياخد حساسيه المباريات، فياخد وقت. فبالتالي هيبقى صفقه فاشله زي ما الناس بتقول على مودست صفقه فاشله. رغم ان انا شايف ان مودست ده مش صفقه فاشله. انت اديت مودست ايه؟ يعني كولر ادى مودست وقت قد ايه في الملعب علشان نقدر نحكم عليه؟ ما خدش الراجل. لا بس برضه هقول لك على حاجه، جديه اللاعب بتفرق برضه. يعني جديه اللاعب وان هو بالفعل عايز يبتدي يندمج ويفهم بتفرق برضه، وده بيشجع المدرب. بس عشان احنا وقتنا قبل ما يخلص خلينا نتكلم على كاس السوبر بقى في الامارات. شايف الاهلي هيقدم ايه في كاس السوبر في الامارات وعنده مباريات امام سيراميكا كليوباترا ولعيبه خارجه طبعا من كاس العالم للانديه، في اصابات، في عوامل كتير جدا. شايف كولر هيقدم ايه والنادي الاهلي هيقدم ايه؟ هو المرشح الاول للفوز بالسوبر المصري في نسخته الجديده بشكله الجديد ان هو اربع فرق طبعا هو النادي الاهلي. لو احنا مع احترامنا لكل الانديه اللي موجوده في بطوله السوبر المصري، مفيش، هو النادي الاهلي هو المرشح الاول والاخير ان هو ياخدها. احنا ممكن نشوف ماتشات حلوه، بس هي كلها القصه كلها ان احنا ان النادي الاهلي بيلعب مع فرق غير جماهيريه. فهو النادي الاهلي هو الفريق الجماهيري الوحيد من ضمنهم، اذا كان موجود فيوتشر، اذا كان موجود سيراميكا كليوباترا، دول اذا كان موجود بيراميدز، الثلاث فرق اللي قدامه مش فرق عندها جماهير. فرق معاها فلوس، فرق عندها لعيبه كويسه جدا جدا وكواليتي عالي جدا يقارن بكواليتي النادي الاهلي. وعلى فكره والثلاث فرق عندهم مدربين عاليين جدا. صحيح. سواء كابتن ايمن الرمادي مع سيراميكا ده له تجارب كتيره في الدوري الاماراتي، مدرب ناجح جدا وقوي جدا وعنده سي في عالي. فلورومينزي اللي هو مدرب نادي فيوتشر دوت كان مساعد لجوزيه مورينيو لما كان بيدرب في اوروبا في تشيلسي وفي مانشستر يونايتد، فده مدرب عالي جدا. مش شفنا اداء ليه يعني ادائهم في مواسم سابقه كمان وفي لا ده السنه دي كمان. دول فرق عاليه جدا. صحيح. بس انما النادي الاهلي لا، المرشح الاول للفوز بالسوبر. صحيح. على اي حال يعني الف مبروك للنادي الاهلي، برونزيه مستحقه زي ما بيقولوا في بطوله كاس العالم للانديه. تمثيل مشرف. كولر عمل اللي عليه وزياده. ننتظر في موسم التغييرات والانتقالات ان يكون فيه يعني صفقات افضل للنادي الاهلي. كل الشكر ليك ايضا الناقد الرياضي الاستاذ محمد القاضي، نورتنا النهارده في الاستوديو تحليلا على هذه المباراه. شكرا جزيلا. شكرا. شاهدين فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. ما زال الاحتلال الإسرائيلي بيشن عدوان انتقامي في حق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ده غير موجة اعتقالات غير مسبوقة شملت مئات الرجال والنساء من القطاع المحاصر بهدف تهجير إخواتنا الفلسطينيين من أرضهم. في المقابل بنشوف الشعب الفلسطيني صامد على أرضه بيواجه العدوان بكل ما أوتي من قوة علشان يحافظ على هذه الأرض. يعني الجرائم لم تتوقف عند هذا الحد، لكن كمان موجة الاعتقالات وجرائم الحرب الإضافية بتؤكد الطابع الانتقامي والعنصري للعدوان. أيضا اختفاء وتشتيت شمل العائلات واحتجاز المدنيين خارج الإقليم المحتل
مع التنكيل بهم، ده اللي هنعرفه مع حضراتكم من خلال ضيفنا اللي منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر دكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني. صباح الخير يا حضرتك يا فندم، واني كل التقدير طبعا لشخصك الكريم ولكل اهالينا في فلسطين. طيب في البدايه خليني اعرف من حضرتك الوضع على الارض في قطاع غزه، اخبار بتخرج من جانب الكيان المحتل وتحدثوا عن حتى يمكن من اخر او اهم الاخبار وابرزها فكره انسحاب لواء جولاني وهو يسمى ويلقب بلواء النخبه وقوات النخبه من قطاع غزه، ويوف جالان تحدث انها استراحه محارب، وعلى الجانب الاخر تحدثنا عن يعني ثلاثه من قاده هذا اللواء تم قتلهم بالفعل. طيب عايز اعرف من حضرتك ما يحدث في قطاع غزه، والحديث عن انهم ايضا سيطروا على حي الشجاعيه اللي كانت دايره فيه الحقيقه يمكن اشتباكات عنيفه جدا. يعني اولا نترحم على ارواح الشهداء. طبعا عدد الشهداء في ازدياد، اكثر من 21,000 شهيد خلافا ل 10,000 او ما يزيد تحت الانقاض، وجلهم من الاطفال والنساء والشيوخ، اكثر من 70% أطفال نساء شيوخ يعني تم استهدافهم بشكل مباشر، ويعني هذا بنك الأهداف الإسرائيلي كان الأطفال والنساء. إسرائيل تقاتل بكل قوة داخل قطاع غزة من أجل الانتقام وليس من أجل تحقيق أهداف. كل الأهداف التي رسمها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فشلت، الهدف الأمني والعسكري والقضاء على حركة حماس أو إعادة المحتجزين، كل هذه الأهداف جملة وتفصيلا فشلت فيها إسرائيل. إسرائيل دمرت قطاع غزة ما يزيد من 75%، دمر شمال غزة والشجاعية والشيخ رضوان والشاطئ تم تدميرهم. الشجاعية تحديدا يعني هناك انتقام من الجيش الإسرائيلي لما حدث. يعني الشجاعية لها ذكريات كثيرة مع الجيش وتحديدا مع لواء جولاني في 2014 عندما قتل ما يزيد عن 14 جندي وأصيب العشرات في الحرب 2014، فكان الانتقام هو اللغة الموجودة لقائد جولاني الذي لواء جولاني الذي قتل في قبل أيام في معركة الشجاعية وراح أكثر من 11 جندي ما بين ضابط وما بين لواء وما بين قائد. لواء جولاني يعتبر من الألوية الأولى في التأسيس قبل الحرب بثلاث أشهر، وهو يتكون من 8 كتائب سمي بالاسم هذا نسبة إلى هضبة الجولان. أيضا في 7 أكتوبر قتل منهم يعني ما يزيد عن 70 أو 75 جندي في معركة طوفان الأقصى 7 أكتوبر 23. فكان الانتقام لغة سائدة لهذا اللواء الذي أعلن انسحابه مؤخرا ليس لإعادة الصفوف، لأنه بالفعل تلقى العديد من الضربات وقتل في قطاع غزة تحديدا منذ بداية الحملة لليوم 60 اللي هو آخر يوم كان له أكثر من 45 حسب الإحصائيات الإسرائيلية. ولكن أنت تعرف جيدا أن إسرائيل لم تعطي أرقام حقيقية، فبالتالي لواء جولاني حاول قائده أن يسأر لقتل زملائه في 2014 فقتل. والمعارك دائرة، الشجاعية يعني تقريبا الجيش الإسرائيلي بطائراته مسحت أغلب البنايات السكنية في منطقة الشجاعية انتقاما لقتل الجنود والكمان التي عدتها المقاومة آنذاك. فندم هنتحدث عن فكرة السيطرة على حي الشجاعية بالتفصيل وتصحيح طبعا هذه الاخبار الوارده من جانب كيان المحتل، لكن خلينا نروح نتابع مع حضرتك هذا التقرير. ويعني بعد شهرين من القتال العنيف اعلنت وسائل الاعلام العبريه سحب لواء جولاني من قطاع غزه كما ذكرنا لحضراتكم، ونقلت كمان القناه 13 الاسرائيليه ان جنود جولاني غادروا غزه لاعاده تنظيم صفوفهم، ده بعد ان تكبد هذا اللواء لواء جولاني خسائر كبيره حيث قتل واصيب المئات من ضباطه وجنود. ولكن وفقا للمحللين
تراجع لواء جولانيا ونتيجه لتكبده خسائر كبيره بين عناصر او عناصره القتاليه العاليه، عاليه التدريب زي ما كنا بنتكلم حضراتكم، كفاءه عاليه جدا. ايضا بيرجع لعدم قدره دوله الاحتلال على خوض حروب طويله. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع على طول. بعد شهرين على القتال العنيف، أعلنت وسائل إعلام دولة الاحتلال الإسرائيلي عن سحب لواء جولاني من قطاع غزة. وقد نقلت القناة 13 العبرية أن جنود جولاني غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم، وذلك بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة. قرار السحب جاء بعد أيام طويلة من القتال تكبدت فيه قوات اللواء المذكور خسائر كبيرة، حيث قتل وأصيب المئات من ضباطه وجنوده. جاءت هذه التطورات بعد أن اعترف جيش الاحتلال في 14 ديسمبر الجاري بأن ضابطاً يتولى قيادة كتيبة في لواء جولاني أصيب خلال انفجار وقع في قطاع غزة. وقال في بيان حينها إن قائد قاعدة التدريب في لواء جولاني المقدم شاعر بركاي أصيب بجروح متوسطة في جنوب القطاع، مضيفاً أن بركاي أصيب خلال الانفجار الذي أصيب فيه أيضاً 5 جنود آخرون بجروح وصفت بالخطيرة. جاء هذا التطور بعد يوم من إعلان جيش دولة الاحتلال مقتل 10 من جنوده وضباطه، 8 منهم من الكتيبة 12 في لواء جولاني. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علق على مقتل جنود لواء جولاني خلال كمين في الشجاعية بأنه حادث صعب. ووفقاً للمحللين، فإن الإعلان عن سحب لواء جولاني بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد 60 يوماً من الحرب جاء بعد تكبدها الكثير من الخسائر ما بين قتيل وجريح، على عكس ما يقال بوسائل الإعلام العبري بأنه تم إخراجها لإعادة تنظيم صفوفها ثم إعادتها مرة أخرى. كما أن هناك قوات أخرى يفكر الجيش الإسرائيلي في سحبها من غزة، على رأسها لواء جعفاتي، خاصة وأن جيش الاحتلال لجأ لكل ما لديه من سلاح وقوات في حربه على غزة التي يستهدف فيها القضاء التام على حركة حماس. كما يرجع سحب لواء جولاني من غزة أيضاً إلى أن هذا الجيش لم يعتد على حروب طويلة، وبالتالي فإن فترة بقائه لمدة 2 شهر في منطقة اشتباكات هي أمر مرهق جداً بالنسبة له. وبالعودة بالتاريخ إلى الوراء، يتبين أن الجيش الإسرائيلي لم يعتد الحروب الطويلة مثل من سحب في حرب لبنان عام 2006 مع حزب الله اللبناني. من هنا يتضح أنه جيش مرهق، وهو ما تدركه المقاومة الفلسطينية، وبأنه كلما طال أمد الحرب كان لجيش الاحتلال مشكلة في ذلك، لأن هذه الحروب الشعبية مرهقة لهم بشكل كبير مادياً وبشرياً، مثلما حدث مع مقاتلي لواء جولاني. ويعرف اللواء جولاني بأنه اللواء رقم 1 في إسرائيل، لأنه أول لواء انضم إلى جيش الاحتلال، وهو أحد ألوية ما يسمى النخبة، وتم تأسيسه في 22 فبراير عام 1948، عندما تم تقسيم لواء جعفاتي، وهو أحد أهم وأقوى ألوية النخبة في إسرائيل. يعني أسئلة كتير جدا ربما بتدور حوالين أن دولة الاحتلال تقدر أنها تعلن انسحاب لواء زي لواء جولاني، وهو يعني لواء ربما يكون لواء مخضرم في عدد كبير من الحروب. نرجع مرة تانية لحضرتك يا دكتور، وربما سؤالي اللي كنت بنتكلم فيه مع حضرتك أن لواء جولاني مؤسس من 48، خاض عدد كبير من العمليات العسكرية مش بس مع الجيش بصفته أحد أهم ألوية الكوماندوز داخل دولة الاحتلال، ولكن عمل عمليات نوعية خارج الحدود زي عملية عنتيبي، زي دخوله في لبنان سنة 78، طبعا بخلاف الاستنزاف والعدوان الثلاثي وكل الحروب اللي خاضها مع الجيش الإسرائيلي. أن تقوم دولة الاحتلال بإعلان انسحاب لواء جولاني من قطاع غزة، ده أمر معنويا على جنودها ودولتها ليس بالشيء الهين، رغم ان هو بيقول ان هو هيعلن من اجل اعاده تنظيم صفوف ويعود مره اخرى. تعليق حضرتك. يعني شوف، اولا اعلان اسرائيل سحب لواء جولاني نظرا للضربات المتتاليه التي وجهتها المقاومه لهذا اللواء، فبالتالي هذا اللواء يعتبر من الالويه الاولى في التاسيس في اسرائيل قبل حرب 48 ب3 أشهر، وسمي نسبة لهضبة الجولان.
وخاض العديد من الحروب، كان أولها 48 وحرب 56 وحرب 67 و73 و82 وأيضا 2000 و2006 في لبنان، والعديد من مراحل العدوان على قطاع غزة كان مشارك فيها، وكان بخلاف العمليات النوعية خارج الحدود، خلاف النوعيات العمليات النوعية التي كلف بها لأنه من الألوية النخبة والأولى في إسرائيل. وأيضا في عام 2014 كانت هناك خسائر كبيرة لهذا اللواء، وجاء قائد اللواء ليعلن بأنه سينتقم لهذا اللواء لواء غولاني لما حدث في 2014 عندما قتل ما يزيد عن 14 جندي في معركة الشجاعية، ووقع في هذا الكمين أيضا أكثر من 11 جندي ما بين قائد ورقيب والعديد من القادة داخل هذا اللواء. انسحاب هذا اللواء له أهداف، يعني أولا نفسية، الجيش تعرض لضغوط نفسية من شدة المقاومة في الشجاعية وفي قطاع غزة بشكل عام، فبالتالي خوف على هذا الجيش تم سحبه بعد 60 يوم من القتال داخل قطاع غزة. وللعلم هو فقد في غلاف غزة في حرب أو في معركة الطوفان الأقصى أكثر من 70 حسب ما وردته الأنباء الإسرائيلية، وفقد في قطاع غزة في المعارك الدائرة فقد أكثر من 45، فبالتالي هذه النسبة كبيرة، يعني جيش يفقد أكثر من 40% من قوته العسكرية والعتاد. ولهذا يعتمد على المرتزقة، وفي يعني تقارير دولية تحدثت أو صحف، يعني المرتزقة في الجيش بشكل يعني شامل أو عام، من فرنسا، من أوكرانيا، من روسيا، من بولندا، من العديد من الدول التي تأخذ الجنسية الإسرائيلية وتلتزم في الجيش الإسرائيلي. المرتزقة لهم أدوار، هناك مافيا أيضا هي التي تشغل هؤلاء المرتزقة وترسلهم إلى إسرائيل ليقاتلوا مقابل يعني مبلغ ما يقارب 4000 إلى 4500 دولار، فبالتالي عندما يأخذ 4500 دولار خلف المكافآت وخلف الأمور الأخرى التي يأخذها من المحتل الإسرائيلي، فهذا شيء كبير بالنسبة لهذا الجندي، ولا يعنيه إلا تنفيذ التعليمات والقتل. يعني كل فرد إسرائيلي يعتبر جندي، حتى المستوطنين بيتم تسليحهم وبيعتدوا أيضا على الفلسطينيين. المستوطنين تم تسليحهم ب 250 ألف قطعة سلاح بن غفير أعلنها، وتم إعلانها في التلفزيون الإسرائيلي أثناء تسليم المستوطنين. الضفة الغربية تعاني طبعاً الكثير من الإعدامات والقتل، ما يزيد من 7 أكتوبر حتى اللحظة ما يزيد عن 300 شهيد داخل الضفة الغربية. صحيح. منذ بداية العدوان على غزة، وأكثر من 4500 معتقل أيضا. صحيح. ضمن السياسة التدميرية في الضفة الغربية، ويعني تنفيذ شيء مماثل لما يحدث في قطاع غزة تنفيذه في الضفة الغربية. يعني هذا اللواء، نرجع إلى اللواء يعتبر من الألوية الأولى في إسرائيل، وبالتالي سحبه حفاظا على هيبة هذا اللواء، مع أنهم أظهروا أنهم يعني سعادة بالغة، السعادة البالغة لأنهم هربوا من جحيم المقاومة ومن فواهة البنادق للمقاومة داخل قطاع غزة، فبالتالي انسحابهم كان لهم يعني طوق نجاة من القتل المستمر في قطاع غزة. زي ما حضرتك تحدثت، حتى السيطرة على حي الشجاعية هي سيطرة جوية ليست برية بأي شكل من الأشكال. لا، هناك سيطرة برية أيضا في الشجاعية، نظرا لأن إسرائيل قبل أيام أعلنت وعبر الشاشات بتدمير أكثر من 56 منزل. صحيح. دفعة واحدة، هذا انتقام، يعني هذه ليست حرب. صحيح. طبعاً. صحيح. والذي يحدث في قطاع غزة ليس بحرب عادية، لم يحدث في التاريخ الحديث حرب مثل ما حدثت في قطاع غزة، أكثر من 75 بل يزيد عن 90% من المناطق في شمال غزة وغزة
مدمرة، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية في إصبعين دمر ما يزيد عن 30%، بالإضافة إلى المجاعة التي تحدث في قطاع غزة بسبب شح المياه والأكل وبسبب انتشار البكتيريا والأمراض. كل هذه يعني إسرائيل مارست نوعين من القتل، قتل بالصواريخ وقتل بالتجويع. طبعا دكتور ماهر اسمح لي كمان أسأل حضرتك عن نقطة مهمة جدا، وهناك حديث يخرج عن هدنة إنسانية مرة أخرى في قطاع غزة. سؤال حضرتك، شكل الهدنة متوقع إن شاء الله يعني بإذن الله أن هي تطبق قريبا، ولكن شكل الهدنة إن طبقت فعلا وإن تم الاتفاق عليها شكلها عامل إزاي؟ هل الظروف تشبه ظروف الهدنة الماضية؟ من له اليد الطولة أو من له أو من يملي شروطه بشكل أكثر؟ يعني أولا إسرائيل جاهزة لهذه الهدنة أن تقبل بها، ولكن هناك سقف من الطلبات لدى المقاومة أو لدى حركة حماس، والسقف أول شيء طلب هو وقف إطلاق النار، وهذا شيء مهم جدا، وإحنا لاحظنا أن الولايات المتحدة الأمريكية لها أكثر من 5 أيام وهي تغير في صيغة البيان، وبعد أن كان وقف إطلاق نار أبدلته بإدخال المساعدات، ما المساعدات بتدخل وتدخل على الجانب الإسرائيلي ويتم تفتيشها وتدخل بالقطارة. يعني لو تحدثنا عن المساعدات لا يزيد عن 10% دخلت قطاع غزة. قطاع غزة 2,300,000، مساحته 360 كيلو متر مربع، طوله 45، عرضه في بعض المناطق 7 ومن بعض المناطق 12 كيلو متر. يعني هذا القطاع الصغير الذي كان تدخل إليه أكثر من 500 شحنة يوميا تدخل عليه لا يزيد عن 10%. فبالتالي موضوع الهدنة مهم جدا، أن يلتقط الأنفاس الشعب الفلسطيني وأن يلملم الجراح وأن يلملم يعني الشهداء في الطرقات بالعشرات بل بالمئات في شوارع قطاع غزة. الهدنة تختلف عن الهدنة السابقة، ليه؟ لأن الهدنة هذه مهمة جدا وفيها جنود وفيها ضباط وفيها يعني نساء مجندات. صحيح. داخل يعني 135 أسير أو محتجز للمقاومة، ستكون الدفعة الأولى 40 أسير إسرائيلي مقابل يا 400 يا 300. إسرائيل تشترط 3 أسماء، مروان البرغوثي ونائل البرغوثي وأحمد السعدات. مروان البرغوثي اسم لامع، قائد فتحاوي مناضل، ربما انخرج وبعد أن تكون الأمور مواتية أن يكون هو الرئيس المنتظر للشعب الفلسطيني إن كان هناك. تم ترشيحه أكثر من مرة في أكثر. بالفعل لأنه هو قائد معروف عليه إجماع شعبي أولا. فبالتالي الهدنة هذه الهدنة تختلف، ربما تمتد لأسبوعين أو ل4 أسابيع، ولكن المقاومة تشترط بأن يكون هناك وقف إطلاق النار لكي يتم تجميع هؤلاء الأسرى، لأن الأسرى يعني جلهم مع حركة حماس والبعض الآخر مع الفصائل. والجهاد الإسلامي تحدث أيضا وقال أن الصفقة الكبرى ستكون الكل بالكل، تبييض السجون. للعلم أن في السجون الإسرائيلية أكثر من 5,600 أسير فلسطيني محكوميات مختلفة، مؤبدات. أيضا تم اعتقال 4,500 لسه حول حضرتك 4,000 ده غير بتوع الضفه بس 4,000 4,500 الضفه دول حديث. ده حديث يعني من 7 اكتوبر بالظبط. غزه فيها اكثر من 2000 محتجز واسير. اسرائيل تغير الصوره بان هؤلاء الاسرى هم قاده المقاومه، هم مسلحين، ولكن الصور تاتي باطباء، بمدنيين، بناس كانت محتجزة في بيوتها تم اعتقالها ونقلها إلى سجون داخل إسرائيل. إسرائيل تحاول أن تجمل الصورة، أن تصدق كذبتها منذ البداية وتختلق بأن هؤلاء هم من منتسبي الأجهزة الأمنية في حركة حماس والمسلحين والمقاومين. تم اعتقال كما يتحدث مسؤول في الجيش الإسرائيلي أن اعتقلنا 2000 مقاتل أو 2000 مقاوم فلسطيني
وكل الذين اعتقلوا هم اغلبهم نسبه 99% مدنيين، فبالتالي اسرائيل تحاول ان ترفع من معنويات الجيش بانه تم اعتقال، وتوضح للصوره بانهم يستهدفون المقاومون ولا يستهدفون المدنيين، والعكس تم استهداف المستشفيات والمدارس اكثر المساجد ايضا اكثر من 110 مسجدا، المستشفيات خرجت اغلبها عن الخدمه. صحيح. المستشفى كمال عدوان تم ارتكاب فيه مجازر. صحيح. وتم دهس الجرحى والمرضى والشهداء بالدبابات. صحيح. يعني الجيش يقوم بعمليات انتقام في ظل الفشل في تحقيق الهدف المأمول من العدوان على غزة. كل الشكر والتحية لحضرتك والتقدير لشخصك الكريم وللشعب الفلسطيني عن صموده وعن وجوده في هذه المعركة وعن كل ما قدم من تضحيات من أسرى من هدم منازل، يعني كل التحية والتقدير لكل أبنائنا من أبناء الشعب الفلسطيني. شكرا لك يا دكتور ماهر. دكتور ماهر صافي المحلل السياسي الفلسطيني، نورتنا وشرفتنا يا فندم في استوديو صباح الخير يا مصر. شكرا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا التاسعة صباحا وعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع رامية حمدين، تفضلي رامية. شكرا لك جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس تيار الحكمة العراقية عمار الحكيم لتهنئته على فوزه بولاية رئاسية جديدة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس تيار الحكمة ثمن الدور المحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا تطلع العراق لاستمرار وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين. وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي تقدم بالشكر لرئيس تيار الحكمة على الاتصال، مشيدا بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق العلاقات المصرية الفرنسية وأهمية الجهود المتواصلة لتعزيزها في المجالات كافة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد حرصه على توجيه التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر. وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الرئيس الفرنسي استمع خلال الاتصال إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق. وأوضح متحدث الرئاسة أن الرئيسين اتفقا على تكثيف الجهود المشتركة في هذا الصدد، ما أكد أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة. وتوافقا الرئيسان كذلك على ضرورة العمل الجاد دوليا لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عام وعادل ومستدام من خلال إنفاذ حل الدولتين. رحبت مصر بإنشاء آلية أممية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع، وتعيين منسق أممي رفيع المستوى لتسهيل دخول وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات داخل القطاع. واعتبرت مصر اعتماد قرار مجلس الأمن خطوة هامة وإيجابية على مسار التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية التي تطال المدنيين الفلسطينيين ومنظومة الخدمات الأساسية في القطاع، معتبرة أنها خطوة غير كافية لكون القرار لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الضمان لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في غزة. كما جددت مصر التأكيد على استمرارها في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين. أكد مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق أهمية خلق أفق سياسي واستئناف العملية التفاوضية التي تحقق للشعب الفلسطيني تطلعاته بإقامة دولة مستقلة.
وخلال جلسة مجلس الأمن قال مندوب مصر بالأمم المتحدة إن صدور قرار المجلس بزيادة المساعدة الإنسانية لقطاع غزة يعد خطوة على الطريق الصحيح لمعالجة التداعيات الدامية للحرب على القطاع، معربا عن تطلعه في أن يسهم هذا القرار في دعم تقديم المساعدة للقطاع الذي يشهد كارثة إنسانية لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية. استشهد 18 فلسطينيا في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا في شارع 20 شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 18 شخصا وإصابة العشرات. هذا ودمرت غارة نفذها طيران الاحتلال محطة لتحلية المياه بشرق أو بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال منزلا في حي الأمل بمدينة خان يونس. وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكية ليصبح بذلك قانونا، وأوضح البيت الأبيض أن التشريع الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي يتضمن مبلغا قياسيا قدره 886 مليار دولار للإنفاق العسكري السنوي، كما يجيز سياسات مثل مساعدة أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي. رياضيا، توج فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب بطولة كأس العالم للأندية 2023 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه الكبير على فريق فلومينينسي البرازيلي بأربعة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة في جدة بالسعودية. وسجل رباعية مانشستر سيتي كل من جوليان ألفريز ونينو لاعب فلومينينسي بالخطأ في مرمى وفيل فودن. وحصد النادي الأهلي الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على أوراوا ريد الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في مدينة جدة لتحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة. وسجل أهداف الأهلي كل من ياسر إبراهيم والجنوب أفريقي بيرسيتاو والتونسي علي معلول. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي خلينا نروح معاكم ونتابع في بث مباشر مع زميلنا محمد الشاذلي من داخل مركز مصر الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، طبعا على هامش انطلاق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم اللي بتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة 64 دولة عربية وإفريقية وإسلامية. شاذلي، صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. موجودين دلوقتي في مركز مصر الثقافي الإسلامي، هذا الصرح الثقافي والتنويري الكبير الذي هو دلالة على اهتمام مصر بحفظة كتاب الله، وأيضا اهتمام مصر الكبير بقضايا الفكر الديني المختلفة. مفيش شك أن هذا المكان، وزي ما دايما بنتكلم مع حضراتكم عن هذا المركز الكبير، بيعد الأكبر في المنطقة العربية. هنا وأنا بتكلم عن الأكبر في المنطقة العربية لا أقصد المساحة المكانية فقط، وإن كان هو الأكبر من حيث المساحة المكانية، ولكن أقصد عن مكانته في المستقبل القريب إن شاء الله، عن المعنى، عما يقدمه من خدمات ثقافية واجتماعية وتنويرية متعددة لكل المسلمين في كافة أنحاء العالم. موجودين دلوقتي لتغطية فعاليات مسابقة الدولية أو العالمية للقرآن الكريم في نسختها 30. هذه المسابقة كل سنة بتحمل اسم قارئ من قراء مصر العظماء، فكانت في العام قبل السابق الشيخ المنشاوي، في العام السابق فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، والآن الشيخ محمود علي البنا. طبعا هذا القارئ العبقري اللي ساب تأثير كبير جدا وله تأثير كبير في نفوس كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وزارة الأوقاف بذلت مجهود كبير جدا حتى تخرج هذه المسابقة بشكل يليق
باسم مصر بعد قليل تنطلق فعاليات هذه المسابقة بحضور دولي واسع ومكثف. الحديث عن استعدادات الوزارة وعن هذه المسابقة وعن فروع هذه المسابقة وأيضا لو في جديد في هذه النسخة الثلاثين هيكلمنا فضيلة الشيخ أسامة فخري مدير عام شؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وصباح جميل في رحاب هذا المنجز الحضاري مسجد مصر ودار القرآن ومركزها الثقافي، استعدادا واستقبالا لنقل فعاليات حفل الافتتاح للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم. يا أهلا بحضرتك. أهلاً. الصورة اللي هنشوفها بعد قليل ليست هي البداية، ده كان في قبلها تحضيرات كتيرة جدا من قبل الوزارة وكان في تصفيات، يمكن كنا بنتكلم دلوقتي عن هذه التصفيات. لو حضرتك تكلمنا عن الاستعدادات، استعدادات الوزارة حتى تخرج هذه المسابقة بشكل يليق باسم مصر ومكانة مصر في دعم ورعاية حفظة كتاب الله. المسابقة العالمية تتعلق بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم هو الخطاب الإلهي الأفخم. الله سبحانه وتعالى جعله حبلا ممدودا بين السماء والأرض، يعني من أراد أن يكون منا موصولا بالله موصوفا بالفهم عنه سبحانه وتعالى فليقبل على القرآن الكريم تلاوة وفهما وتطبيقا. هذا ما تؤسس له وزارة الأوقاف، يعني وزارة الأوقاف لا تقف عند حد الحفظ أو التلاوة وانتهى الأمر، بل لا بد من الفهم، فهم المعاني والمقاصد والمفردات حتى نصنع أجيالا يكونون فيما بعد أدوات حقيقية لبناء هذا الوطن في شتى المجالات. وزارة الأوقاف تسابق الزمن في خدمة القرآن الكريم وفي العناية بأهل القرآن الكريم والحرص عليهم، ويأتي هذا من خلال طريقين. الطريق الأول الأنشطة القرآنية المتنوعة، مقارئ القرآنية، مقارئ السادة الأئمة، مقارئ الأعضاء، مقارئ الجمهور، مقارئ السيدات، مقارئ الواعظات، حلقات التحفيظ عن بعد. احنا تقريبا السنة دي عملنا 219 ألف مقرأة قرآنية في الجمهورية، عملنا أكثر من 102 ألف حلقة تحفيظ من خلال مكاتب تحفيظ القرآن الكريم التي تشرف عليها وزارة الأوقاف، 60 ألف حلقة تحفيظ عن بعد في الداخل وفي الخارج. هناك أيضا برنامج صحح تلاوتك الذي يعمد إلى تصحيح التلاوة وكيف نقرأ القرآن الكريم من خلال الأئمة المتميزين الحافظين المتقنين في شتى المساجد. إذن هناك أنشطة قرآنية متنوعة وكثيرة، هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني وهو المسابقات القرآنية، سواء كان المسابقات المحلية أو المسابقات الدولية والعالمية. والنمط الرئيس في المسابقات القرآنية التي تعقدها وزارة الأوقاف ليس كما ذكرت الوقوف عند حد الحفظ، ولكن مع الحفظ الفهم وبيان المعاني ومقاصد القرآن الكريم حتى نترجم يعني ما جاء في القرآن الكريم ونحوله إلى واقع عملي ولا نقف عند حد الحفظ. بالنسبة للمسابقة العالمية الثلاثين، هذه المسابقة تتفرد وتتميز عن كل المسابقات التي مضت، تتميز في عدد المتسابقين، تتميز في عدد الدول المشاركة، تتميز في عدد الجوائز، تتميز في قيمة الجوائز، تتميز في عدد المحكمين، تتميز بأنها لأول مرة تكون في دار القرآن بمسجد مصر ومركزها الثقافي. عندنا الآن 64 دولة مشاركة، وهذا عدد يعني لم يكن موجودا قبل ذلك. جاوز عدد المتسابقين 100. عندنا 6 أفرع للمسابقة العالمية الثلاثين. هذه الأفرع يعني الفرع الأول هو لغير الأئمة ولغير أعضاء هيئة التدريس، ولأول مرة الجائزة الأولى 1,000,000 جنيه. قيمة الجوائز للمسابقة العالمية تتجاوز 8,000,000 جنيه لأول مرة تتفرد هذه المسابقة بهذه المركز القيمة. الأول في كل فرع؟ المركز الأول في الفرع الأول، الفرع الأول. لأول مرة قيمة الجائزة 1,000,000 جنيه. الفرع الثاني وهو خاص بالناطقين بغير اللغة العربية، الفرع الثاني الثالث وهو خاص بالناشئة، والناشئة تحت 12 سنة، سن 12 سنة، وحضرتك أشرت يعني التصفيات. يعني ربما لأنني عايشت هذا الأمر على مدار أشهر كثيرة، بداية من استقبال أسماء المتسابقين وبياناتهم، ثم بعد ذلك الاختبارات الأولية بالمديريات الأقليمية، يعني كل متسابق في المديرية التي هو يلحق بها أو خاصة بها، ثم بعد ذلك بعد الاختبارات الأولية والتصفية هناك اختبارات تمهيدية تحريرية مركزية هنا في القاهرة، ثم بعد ذلك اختبارات تمهيدية شفوية مركزية أخرى، ثم بعد ذلك اختبارات نهائية مؤهلة لهذه التصفية التي سنفتتها اليوم إن شاء الله رب العالمين. كأن هناك مراحل كثيرة جدا مررنا بها. لماذا؟ حتى نصل إلى الحافظ
المتقن حتى نصل إلى الضبط، الجودة، الأداء، الأحكام، فنبرز للعالم كله يعني المتسابقين المتميزين حفظا وإتقانا وفهما ومعرفة لمقاصد القرآن الكريم إلى غير ذلك. الأطفال الصغار 12 سنة يعني كانوا المفاجأة بالنسبة لنا، حفظ وإتقان وضبط وجودة وأحكام، حتى إن منهم من يعني يعرف القراءات القرآنية، فتخيل أن يوجه الطفل منذ نعومة أصفاره إلى القرآن الكريم مع فهم القراءات مع فهم المعاني. يشارك كل الفئات العمرية بتشارك في مع بعض. نعم هذا الفرع الخاص بالناشئة. هناك فرع آخر، الفرع الرابع، وهو للأئمة وأعضاء هيئة التدريس. هناك فرع خامس لذوي الهمم، لذوي الهمم، وهذا أيضا له 5 جوائز. فرع الناشئة بالمناسبة له أيضا 5 جوائز خاصة به. فرع ذوي الهمم يعني أيضا يعني وجدنا حرصا من هنقول بقى ليس من يعني المتسابقين بل من ذويهم، يعني الأب والأم حين يوجه هذا الولد لحفظ القرآن الكريم ويهتم ويعتني به أيضا حفظا وإتقانا وجودة وضبط وأداء إلى غير ذلك، يعني وجدنا تنافسا عميقا وتنافسا رصينا وتنافسا جميلا عظيم في جداً. القرآن طيب الكريم. الوجود المصري عامل إزاي في المسابقة دي؟ عندنا الفرع السادس بالمناسبة فرع الأسرة القرآنية، ده محتاجين نتكلم عنه لوحده، ده الست فروح حتى ننتهي. الوجود المصري كان وجودا قويا، وهذا الوجود هو الذي ذكرته منذ قليل، التصفيات الكثيرة والمراحل. طب يخرج واحد من الجمهورية؟ نعم. ولا ممكن أكتر؟ يعني ممكن متسابق واحد فقط من الجمهورية ولا ممكن أكتر من متسابق؟ لا، هناك فروع هي خاصة بالمصريين فقط، يعني الأسرة القرآنية، الناشئة، ذوي الهمم. هناك فروع يعني الفرع الأول للأئمة فيه مشارك من مصر، الفرع الرابع فيه مشارك أيضا من مصر مع الدول الأخرى. المصريون كانوا متقنين، ومن وصل بعد هذه المراحل التي ذكرتها فلا شك أنه يعني متقن وحافظ ويفهم جيدا، ودائما يسألون يعني دائما المقاصد، نقرأ في كذا، معاني كذا، فهم يتحرون المعاني ويبحثون عن دقائق المفردات في القرآن الكريم، فإن شاء الله يعني يشرفون مصر مع الدول الأخرى بإذن الله. طيب أعتقد أنه فرع الأسرة القرآنية هو مستحدث على مستوى العالم عندنا في مصر. فرع الأسرة القرآنية لا يوجد له مثيل في أي مسابقة عالمية، هو لا يوجد إلا في مصر، وهذا أيضا مما تتميز به مصر الأسرة القرآنية، بحيث لا تقل عن 3 أفراد. الثلاث أفراد ممكن يكونوا إخوة، ممكن يكون أب وأبنائه، أم وأبنائه كما وجدنا في السنوات السابقة، وهذه السنة أيضا هناك أب وأبنائه. لا يقف عند سن، يعني نجد مثلا الأب ونجد الابن في الابتدائية والبنت في المرحلة الإعدادية، فيعني شيء ممتاز جدا. كذلك الأم نجد الإخوة لا يقف عند حد تخصص معين، ربما نجد مهندس ميكانيكا وأخوه مثلا دكتوراه في الفيزياء وأخوه الآخر، يعني يعني مشهد جميل ومشهد عميق أن تجد هذه الأسرة القرآنية تحفظ القرآن الكريم، وأسرة تتصل عقولها ونفوسها بالقرآن الكريم، يراجعون مع بعضهم البعض، يقفون عند حدود الآيات، يقفون عند مقاصد القرآن الكريم. كان مشهدا عجيبا وتنافسيا بين الأسر، لكنه خلق بينهم حالة من الحب والود، يعني في هذه المراحل المختلفة كانت هناك حالة تسمح لهم بالقرب وتسمح لهم بالود وتسمح لهم بنقل المفاهيم، والعقول تلقح العقول كما نقول، فنشأ مع التنافس ناحية أخرى وهي المودة والحب والقرب والسؤال عن بعضهم البعض، فالقرآن وصل الحفاظ بعضهم ببعض. عظيم جدا. طيب بالإضافة إلى زيادة قيمة الجوائز للفروع الستة، نعم، إيه الجديد في هذه النسخة؟ الجديد كما ذكرت يعني أنها تفردت بقيمة الجوائز، تجاوزت 8 مليون جنيه، هذا لم يكن موجودا قبل ذلك. تفردت بعدد المتسابقين، جاوزنا 100 متسابق حتى الآن. عدد الدول 64 دولة. عندنا أيضا الجائزة الأولى كما ظهرت لأول مرة 1 مليون جنيه. أهم حاجة أن لأول مرة في دار القرآن تعقد مسابقة عالمية بتغطية واسعة. عندنا أيضا إمام الحرم النبوي يعني ضيف شرف هذه المسابقة، وعندنا ضيوف كثيرون من الدول الأخرى التي جاءت لتشهد هذا الافتتاح العظيم وهذا العرس الجميل للمسابقة العالمية 30 للقرآن الكريم. طيب كيف تتم بقى المسابقة؟ الاختبارات بتكون عاملة ازاي؟ والتصحيح للمحكمين كمان من أي دول؟ احنا عندنا إلى الآن محكمين من 8 دول، هناك من الجزائر وفلسطين والأردن وتونس، وهناك أيضا من الدول الأسيوية والأوروبية من جلاديش وأفريقيا السنغال، وهناك سلطنة عمان، فهناك يعني تشكيلة جميلة من المحكمين.
طريقة الاختبار تكون مرقمنة، يعني ليس هناك تدخل بشري، بمعنى أن المتسابق يجلس أمامه يعني عدد من الأرقام 30 رقم، هو يختار أحد هذه الأرقام ويضغط عليه ثم يسمع إلى السؤال ويجيب على هذا السؤال، والمحكمون بدورهم يقومون بتقييم هذا المتسابق في الحفظ والتلاوة والأحكام والإتقان والتنبيه والتردد، يعني أشياء تتعلق بعمق تحكيم هذه المسابقة. فعندنا محكمون من دول عربية وأفريقية وأسيوية وأوروبية، وعندنا الاختبارات كلها مرقمنة لا تدخل بشري فيها، حتى يعني تكون النتيجة نتيجة رصينة ليس فيها أي تدخل. كل الشكر لحضرتك، شرفتنا ونورتنا يا فندم فضيلة الشيخ أسامة فخري مدير عام شؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، شكرا جزيلا. أشكرك يا فندم، شكرا. مشاهدينا لسه فقراتنا مستمرة مع حضراتكم مع مجموعة من المتسابقين الموجودين في هذه المسابقة، لكن خلونا نتكلم زي ما كنا بنتكلم في المقدمة عن مركز مصر الثقافي الإسلامي، هذا المركز الكبير الذي يليق بمكانة مصر. دلوقتي هنروح نشوف تقرير عن مركز مصر الثقافي الإسلامي الموجود فيه طبعا مسجد مصر، ونرجع نكمل لقاءاتنا مع المتسابقين. يعد مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة إنجازاً كبيراً ومن أهم المشروعات التي تم إنشاؤها في العاصمة الإدارية. تم إنشاء المركز الثقافي الإسلامي بأحدث الإمكانيات العالمية ليكون مركزاً بمستوى عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي. فيعد هذا المركز من المراكز الثقافية الهامة في مصر وإفريقيا. يقام المركز الثقافي الإسلامي على مساحة كبيرة جداً ويضم أكبر مسجد في إفريقيا يحمل اسم مسجد مصر، يسع لثلاثين ألف مصلٍ. ولم يقتصر على هذا فقط، بل يضم مكتبة ضخمة بها عدد كبير من الكتب وتحتوي على تعليم الدين الإسلامي والتفسيرات للآيات القرآنية والأحاديث الشريفة وكتب الأئمة وغيرها من الكتب الإسلامية. تم إقامة المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية على مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، ويستحوذ على مكان كبير وخاص بالخدمات، وأيضاً مجموعة من الجراجات الواسعة والمتعددة الأدوار، بالإضافة إلى مكتبة إسلامية ضخمة وقاعة مناسبات. وعند بنائه وتشييده تم الاستعانة بمجموعة كبيرة من أمهر المهندسين والعمال ليصبح من أروع المراكز الإسلامية على مستوى إفريقيا، ويعد كذلك من أهم وأشهر معالم العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية وكذلك النهر الأخضر، كما يحتوي أيضاً على مجموعة من المنشآت والمباني خاصة الخدمية منها، حتى يصبح مركزاً متكاملاً لا ينقصه شيء.
أهلا بحضراتكم مرة تانية. متسابقين من 64 دولة وصل عددهم ل 100 متسابق حتى الآن مشتركين في هذه المسابقة. وزي ما كنا بنتكلم في الفقر اللي فاتت مع فضيلة الشيخ أسامة فخري بيتكلم عن التمهيد لهذه المسابقة والتصفيات كانت عاملة إزاي. تصفيات كبيرة وكانت بكل تأكيد تصفيات صعبة حتى يفوز شخص بالمركز الأول، فلابد أن يكون مؤهل من كافة الاتجاهات بحسب طبعا الفرع اللي هو موجود فيه. دلوقتي احنا معانا اثنين من المتسابقين في هذه المسابقة من المملكة العربية السعودية. أستاذ محمد إبراهيم إدريس منورنا. نوركم الله يخليك. يا أهلا بيك وكل التوفيق ليك. آمين آمين. وأيضا من تايلاند الأستاذ حسين سامو، أهلا بيك. حياكم الله. حياكم الله حسين. الله يحييك. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. منورنا. نوركم. أبدأ معك يا شيخ محمد، أنت إزاي عرفت عن المسابقة واستعدت لها إزاي؟ المسابقة عندنا جهة اسمها أمانة المسابقات المحلية والدولية في المملكة العربية السعودية، هي المعنية بالترشيح، فجزاهم الله خير كلموني عليها لأني أنا فزت في المسابقة الملك عبد العزيز المركز الثالث، فرشحوني بعدها في النسخة الأخيرة. نعم. قبل الأخيرة. قبل الأخيرة الدورة 42. نعم. فرشحوني بعدها لمسابقة مصر وكلموني عليها قبل شهرين، والحمد لله بدأت الاستعدادات من وقتها. عظيم. الاستعدادات كانت عاملة ازاي يا حسين؟ كيف كانت الاستعدادات؟ بالنسبة للاستعدادات يعني الحمد لله المكتب الشيخ الإسلام طبعا في تايلاند رشحوني على هذه المسابقة قبل شهر ونصف تقريبا هكذا، والاستعدادات الحمد لله تمام. تمام. طب هل ممكن نسمع آية شيخ محمد؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، فتح الله لك. يا شيخ حسن نسمع صوتك بقى اكيد. ابشر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. ما شاء الله، ده المسابقة هتبقى صعبة يعني، المنافسة هتبقى يعني على أشدها. طب أنتوا في أي فرع؟ في أي فرع من فروع المسابقة؟ أنا الفرع الأول. الفرع الأول، احكي لنا عن الفرع الأول، كم متسابق موجود فيه وطبيعة المسابقة عاملة إزاي في الفرع الأول؟ وتقريبا قرابة 15-14 متسابق. الفرع عبارة عن حفظ القرآن الكريم كاملا مع التفسير ومقاصد القرآن لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس. طيب وانت شيخ حسين؟ أنا مشارك في الفرع الثاني، فرع كامل القرآن، وعدد المتسابقين أظن تقريبا 30-40 هكذا. كل التوفيق ليكم إن شاء الله. آمين آمين. مبسوطين إنكم كنتوا معنا النهاردة في صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا. جزاك الله خير. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر.
نرحب بكم من جديد، والنهاردة في صباح الخير يا مصر خصصنا اليوم عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور الدولة في تنمية هذه المشروعات والوصول بها لمكانة تحقق لمصر أنها فعلا تبقى دولة صناعية في منطقة الشرق الأوسط. النهاردة هنتكلم عن مبادرة من أهم المبادرات اللي ساهمت في تنمية هذه الصناعات، مبادرة المراكز المجتمعية الرقمية لتأهيل الشباب لسوق العمل. هي واحدة من المبادرات اللي نفذتها الدولة استهداف تدريب آلاف الشباب علشان يتدربوا على عدد من المهارات المختلفة المتعلقة بالتحول الرقمي والحاسب الآلي. مبادرة أفرزت عن ثمارها من كام يوم بعد ما تم تخريج أول دفعة منها. خلينا في تفاصيل ومعلومات أكتر مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب وزارة الشباب والرياضة، اللي منورانا النهاردة في استوديو. صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير على حضراتكم وعلى مصر كلها. أهلا بك. أهلا بك. طيب خلينا نوجه حديثنا الآن للشباب اللي بيسمعنا دلوقتي، وخلينا نعرف من حضرتك أيضا إيه هي أهم عوامل أو أسباب نجاح هذه المبادرة، بما نحن نتكلم عن تخريج أول دفعة. يعني كلمينا المبادرة دي عملت إيه مع الشباب، أهلتهم لإيه، ساعدتهم في إيه؟ طيب، مبادرة المراكز المجتمعية الرقمية دي بتعاون مع جهة منظمة من منظمات معالي الوزير دكتور أشرف صبحي، افتتح المراكز المجتمعية في عام 2023 8 مراكز مجتمعية في محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية. ابتدينا أول مرحلة على 3 محافظات كده اللي هي القاهرة الكبرى. كل سنة إن شاء الله هنكمل المشروع لحد 3 سنين، هنزود عدد المحافظات. المراكز المجتمعية دي يا فندم بتبقى داخل مراكز الشباب. الجهة اللي معنا، يمكن إحنا كوزارة الشباب والرياضة ودكتور أشرف صبحي بيهتم بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات والوزارات الحكومية عشان يبقى فيه تشابك، وإن المشروع يطلع في الآخر ناجح للشباب ونفيد أكبر عدد من الشباب. المراكز المجتمعية دي تم تأسيسها جوه 8 مراكز شباب في القاهرة الكبرى. المركز بيحتوي على أجهزة كمبيوتر، أجهزة حاسب آلي حديثة، شبكات إنترنت الشباب بيتم تدريبه فيها داخل المعامل. يمكن في شباب في البيت ما عندهمش شبكات انترنت والتدريب بيبقى عالي ووقت كبير، فاحنا بنتيح لهم جوه مراكز الشباب ان في شبكات انترنت داخل المراكز الرقميه المجتمعيه، بياخد التدريب جواها. وتدريب الكورسات دي بتبقى على منصه كورسيرا العالميه. يمكن كنا مستهدفين اول سنه عدد 400 من الشباب، تم تخريج 100 الأسبوع اللي فات بحضور معالي وزير الشباب والرياضة، ومكملين إن شاء الله الدفعة الجديدة في أول 2024، وهيتم افتتاح مراكز برضو أكتر. يعني هنبدأ في فيصل برضو مركز شباب المشابك، إحنا الـ8 موجودين في مركز شباب الشيخ زايد، مركز شباب 6 أكتوبر، منتدى شباب 6 أكتوبر، مركز شباب عين شمس، مركز شباب المعادي الجديدة، مركز شباب حلمية الزيتون، مركز التعليم المدني في العاشر. يعني واخدين من كل منطقة مركز شباب، فتحنا فيه مركز مجتمعي. واحنا النهاردة بنتكلم عن المشروعات المتعلقة بريادة الأعمال. النهاردة وزارة الشباب والرياضة انطلاقا من مراكز الشباب، الموضوع بقى بالنسبة لها يعني نقطة بالنسبة لعدد كبير من الشباب ان هم يبدأوا من خلالها مشروعاتهم. ازاي ساهمتوا في ده؟ بنساهم ان احنا الأبلة بننشر ثقافة العمل الحر. ويمكن دكتور أشرف اهتم بملف التمكين الاقتصادي للشباب من خلال ان احنا نشتغل على برامج ريادة الأعمال، فادينا ندوات لنشر ثقافة العمل الحر، بعديها ادينا برامج في ريادة الأعمال مثل برامج ابدأ مشروعك بالتعاون مع جلسة أمير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعدين بندي برامج ازاي يكون رائد أعمال مبدع، بندربه ونأهله ونوصله لمرحلة ما قبل الاحتضان. حاليا معالي الوزير هيفتتح حاضنة ريادة أعمال في مركز شباب مدينة نصر، ودي هتبقى أول حاضنة حكومية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، يعني بتساعد بتمويل الحاضنة، وهتبقى جوه مراكز الشباب. يعني أول حاضنة تبقى داخل مراكز الشباب. يمكن احنا كوزارة الشباب وفي فترة انجازات دكتور أشرف صبحي اهتم ان مراكز الشباب تبقى مراكز مجتمعية.
ما يبقاش الشاب داخل عشان يلعب او ملعب او كوره، لا ده الشاب بيخش كمان ياخد تدريبات تاهله لسوق العمل، بياخد تدريبات، بياخد انشطه، بياخد برامج، بياخد بينفذ المبادره بتاعته جوه مراكز الشباب، بندي مبادرات مجتمعيه جوه مراكز الشباب، مركز الشباب جواه انديه سكان، انديه فتاه ومراه، بيبقى جواه انديه اخرى. يمكن برضو معالي الوزير وقع بروتوكول مع منظمه الفاو عشان نفتتح انديه زراعيه جوه مراكز الشباب، فمركز الشباب ما بقاش رياضي بس، لا ده تدريب وتاهيل وتوظيف. برضو بينفذ جوه مركز الشباب ملتقيات توظيف للشباب الخريجين في كل محافظه، يعني كل شهر بننفذ ملتقى كبير بيفتتحه معالي الوزير داخل محافظه من المحافظات وبيبقى داخل مركز الشباب، وبنجيب فيه شركات من القطاع الخاص بتبقى محتاجة شباب كوادر للتوظيف، وبنعلن عنها ونجيب الشباب وبيتم توظيفهم من خلال الملتقى التوظيف. طيب أستاذ منال، برجوع مرة أخرى لمبادرة المراكز المجتمعية الرقمية لتأهيل الشباب، حضرتك تحدثتي أنه بالفعل تم افتتاح عدد 8 مراكز تقريبا من هذه المراكز المرحلة المجتمعية، فهل الانضمام لهذه المبادرة أو الاشتراك بهذه المبادرة والاستفادة منها، هل ده مرتبط بفكرة مراكز الشباب اللي موجود فيها مراكز مجتمعية، ولا هذه المبادرة على مستوى كل أندية الشباب الموجودة في كل المحافظات؟ لا، المبادرة على مستوى جوه مراكز الشباب والمنطقه اللي بره مراكز الشباب، يعني مش ما يكونش حتى عضو في مركز الشباب او يكون ساكن جنب مركز الشباب، لا مفتوحه لكل الشباب، بيعلن عنها من خلال لينك الشباب بتقدم، وبننظمهم في مجموعات، في شباب بتاخد فين اللينك ده؟ على ايه؟ على موقع الشباب والرياضه ولا موقع وزاره الشباب والرياضه؟ بيعلن عنها في مديريات الشباب اللي جواها مراكز الرقميه المجتمعيه، الجروبات الشباب اللي بتاخد تدريبات معانا جوه الاداره المركزيه لتمكين الشباب، والشباب بتقدم على اللينك وبيبتدي تقسيمهم في المراكز اللي هي اقرب مراكز ليهم فيها مراكز مجتمعيه رقميه. في شباب بتكون بتشتغل الصبح عايزه التدريب بعد الظهر او بالليل مساء، بنعملهم على جروبات اللي هياخدوا فتره مساء واللي هياخد فتره صباحا، ميسرين كل الامور للشباب. ويمكن الكورسات دي مكلفه جدا بس وزاره الشباب والرياضه بتقدمها للشباب مجانا. الكلام ده في 27 محافظه؟ هو المراكز المجتمعيه الرقميه اول مرحله في القاهره الكبرى 3 مراكز، لكن في 2024 هنبدا على مرحله ثانيه مع محافظات اخرى. عملنا تشبيك مع جهه اخرى مثلا زي مؤسسه من مؤسسات اخرى ان هي نشتغل على الموضوع ده وتفتح لنا هي في محافظات اخرى. فمؤسسه كير اشتغلت معانا ان احنا فتحنا هنشتغل على انديه بقى تمكين رقمي في دمياط وفي اسكندريه برضه. فبنعمل شراكات مع جهات كتير عشان نبتدي نغطي ال 27 محافظه ونفيد اكبر عدد من الشباب. طيب استاذه منال، هل في اشتراطات معينه لانضمام الشباب لهذه المبادره؟ وعايز اعرف برضو من حضرتك نوعيه المواد اللي بتدرس في هذه المبادره. طيب هو الاشتراطات اللي بنحطها يكون سن الشباب من 18 ل 35 سنه، لان دي مبادره للشباب. ويمكن معالي الوزير فتح السن شويه ل 40، لان بنلاقي في ناس 36 سواء محتاجه تاخد الكورسات ديت وما معهاش امكانيات ان ياخدوها، ففتحناها لحد 40 سنه. يعني هي دي الشروط المعينه، لكن ما لا تتطلب مستوى تعليم معين، لا يعني ما فيش اي شروط تانية؟ لانها تكنولوجيا لازم يكون خريج مؤهل عالي عشان دي كلها برامج تكنولوجيه وباللغه الانجليزيه. طب. وبياخدها على منصه كورسيرا برضو عن طريق الاونلاين فجوه المعمل الكمبيوتر اللي جوه مركز الشباب. طب ايه هي يعني اهم البرامج اللي بتاهله لدخول سوق؟ يعني بتدرسوا له ايه في الحاسب العادي؟ بيدرسوا التكنولوجيا، برامج التكنولوجيه اللي هي مثل تصميم مواقع الكترونيه، لغه البرمجه بيدرسوها مثل بايثون، بيدرسوا تحليل البيانات، التحول الرقمي، كل الحاجات دي، كل ما هو خاص بالتكنولوجيا. وده معتمد حديثة. معتمد عن طريق كورسيرا. كورسات. طيب استاذه منال، يعني خلينا ناخد تخريج هذه الدفعه، الدفعه الاولى كمثال، ايه اللي هيتعمل معاهم بعد كده؟ احنا عملنا يعني الدفعه لما بتتخرج وخد التدريب وبقى فاهم، في منهم من الشباب دول مثلا ال 100 طلعوا بـ 8 مبادرات تكنولوجيه،
كل واحد عنده مبادرة تكنولوجية، فكرة ريادة أعمال تكنولوجية، دول إحنا هيتم تمويلهم من خلال الشركة المؤسسة الشريكة معنا بجزء من المبلغ عشان ينفذ المبادرة بتاعته. أما الباقيين فإحنا نفذنا لهم ملتقى توظيف مع شركات القطاع الخاص اللي هي خاصة بالآي تي والتكنولوجيا، موفرة وظائف تكنولوجية، هم جاهزين ومتدربين، وجبنا الشركات اللي محتاجة الوظائف دي والشباب اللي واخد الكورسات دي وعملنا لهم ملتقى توظيف. والانطباعات ايه بعد المية اللي اخدوا هذه الشهادات؟ قالوا ايه؟ فادهم ازاي في مجالهم؟ لحد مثلا بيشتغل بالفعل في مجال معين، هل ده قدر ان هو يأثر عليه بالإيجاب؟ فعلا هو طبعا فادهم كتير جدا، لان هم عشان ياخدوا الكورسات دي بتتكلف جامد جدا ليهم، وهم دي شباب لسه في بداية الطريق، معهمش ان هم ياخدوا كورسات ويأهلوا روحهم، فان الوزارة وزارة الشباب بتقدم لهم الحاجات دي مجانا، والكورس فادوا في حاجات كتير، فادوا ان هو ابتكر مبادرة، ابتكر فكرة، ابتكر مشروع، خد كورس اللي بيها حتى لو احنا ما وفرنهوش شركات توظفه، هو بالشهادة اللي حصل عليها وراح اي شركة خدوه وعينوه، يعني حصل على كورس مكلف اداله التأهيل كويس، فطبعا الشباب مبسوطة جدا ان وزارة الشباب والرياضة بتقدم لهم الخدمات دي كلها مجانا. طيب استاذة منال، الحقيقة يمكن طبعا بالنظر للظروف الاقليمية مصر فيها شباب ضيوف كتير جدا، ومصر بصفتها طبعا الشقيقة الكبرى والحاضنة الأكبر والأهم لكل أشقائنا وضيوفنا الموجودين في مصر، هل هذه المبادرة فقط للمصريين ولا ممكن شباب من جنسيات أخرى يشاركوا؟ لا، هي فعلا شباب من جنسيات أخرى والمصريين، بس بتبقى نسبة المصريين أعلى شوية. لو إحنا بنشتغل على 100% هيبقى المصريين 60-70% و30% من الوافدين اللي موجودين في مصر. فإحنا يمكن فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي قال إن إحنا ما عندناش لاجئين، كل الموجودين على أرض مصر هم وافدين. بناء عليه معالي الوزير دكتور أشرف فتح كل البرامج والأنشطة بتاعتنا إن يشارك فيها الوافدين الموجودين على أرض مصر. شارك بالفعل وافدين يا فندم؟ شارك فيها نسبة زي ما قلت لحضرتك، لو إحنا 100% شارك 60-70% مصري و30% جنسيات مختلفة. تمام. مجانا برضه. ايوه طبعا، الدولة المصرية بكل اجهزتها ربما بتدعم بشكل كبير قصة المشروعات الصغيرة المتوسطة متناهية الصغر. يعني عندنا في جهاز اسمه جهاز المشروعات الصغيرة، ده كان تابع لوزارة الصناعة بقى تابع لمجلس الوزراء. عندنا مبادرة زي ابدأ، مبادرة حكومية، وايضا هناك في جهد من وزارة الشباب والرياضة. الفرق ايه؟ يعني حضراتكم بتقدموا ايه وهما بيقدموا ايه؟ نقدر نقول ان بتتكاملوا ازاي مع بعض؟ تكامل ان احنا كوزارة الشباب عندنا الموارد البشرية اللي هم الشباب، وعندنا الاماكن اللي هي مراكز الشباب 27 محافظه، 5000 مركز شباب في 27 محافظه. هم عندهم الماده العلميه وعندهم المدربين، مثلا جهاز تنميه المشروعات، فبيدربوا لنا المدربين بتوعنا اللي هم متعينين في مديريات الشباب في 27 محافظه. عظيم. وبيتم اعتمادهم كمدربين في رياده الاعمال، وبيدونا الماده العلميه، وبنشتغل احنا مع الشباب جوه كل محافظه، عشان مش هننقل الشباب من محافظه لمحافظه، جوه كل محافظه وجوه مراكز شباب بندي ابدا مشروعك في رياده الاعمال. ده التشابك. ايضا بنعمل كل رائد اعمال مبدع مع الوكاله الاسبانيه للتعاون الدولي، هي بتمول لنا المشروع، واحنا بنشتغل جوه مراكز الشباب بمدربينا اللي موجودين بتوع وزاره الشباب والرياضه اللي معاهم اعتماديه التدريب كرياده اعمال، وبنعمل لهم بعد التدريب وبعد ما هو عرف ازاي يبقى رائد اعمال بندخلهم معسكرات. الوزاره عندها معسكرات في كل حته في المحافظات كلها، مدن شبابيه، بندخلهم المعسكرات دي وتجيب لهم خبراء يشتغلوا على فكره كل مشروع شاب او فتاه طالعين بيها او مجموعه، ما هو في ساعات الشباب بيكونوا 5 افراد مجموعه فكره، فبيشتغلوا عليهم من خلال دراسه الجدوى، الدراسه الماليه للمشروع، عشان نحقق لهم ان هم المشروع لو بداوا فيه يبقى ضامنين نسبه النجاح فيه ما يفشلش. بنعلمهم ازاي يسوقوا المنتج بعد كده، بنديهم تسويق الكتروني ايضا برضو، وازاي يسوق المنتج وازاي يحقق ربح من المنتج من خلال خبراء بنجيبهم معانا جوه المعسكرات. ومن هنا الشاب بقى جاهز لمرحله الاحتضان، ان هو ممكن يخش حاضنه رياده اعمال بشركته ويبقى صاحب شركات ناشئه. صحيح.
نسبة الفتيات اللي شاركت يا فندم لو هنتكلم عن الدفعة دي قد ايه تقريبا؟ لا الصراحة كتير قوي، اكتر حاجة اكتر من الشباب الفتيات عندهم حماس قوي لريادة الاعمال ما شاء الله، فضعف الشباب. طيب يعني يا استاذة منال، يعني عشان الناس ما تحسش ان بتوه مننا ما شاء الله من كتر التفاصيل والشراكات والتشابكات، خلينا نقول انه كل من هو جاد، كل من يبحث عن فرصة، كل من يريد انه يلاقي مكان يشتغل فيه او حتى انه يطور من نفسه ومن امكانياته يقدر يشترك في هذه المبادره. زي ما حضرتك قلتي مفيش تقريبا اي شروط، يقدر يشترك من خلال موقع وزاره الشباب والرياضه، يعرف كل التفاصيل. ايا كانت فكرتك، ايا كان نوع العامل اللي انت شايف ان انت محتاجه، ان كان تعليم، تاهيل، تمويل، ولو جزء بسيط او حد يفيدك في دراسة الجدوى أو ما إلى ذلك، هتقدر تستفيد من هذه المبادرة. بشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر الأستاذة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب وزارة الشباب والرياضة. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا يا فندم. النهاردة خصصنا الحلقة بشكل كبير عن المبادرات الخاصة بدعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. قلنا في بداية الحلقة ان هي دي بتعتبر الصناعات المغذية للصناعات الكبرى، ان مصر بتستهدف ان هي خلال كذا سنة هتكون من اكبر الدول الصناعية في المنطقة، وعلشان كده لازم يبقى حواليها صناعات كتير. الدولة بتدعم من خلال عدد كبير من الأجهزة ومن خلال عدد كبير من المبادرات. نتكلم النهاردة عن اكتر من مبادرة. بكرة ان شاء الله حلقة جديدة في صباح الخير يا مصر وموضوعات اكثر اختلافا. بنصبح عليكم مرة تانية. صباح الفل عليكم جميعا وصباح الخير يا مصر.